ازيك يا ابراهيم؟ الله يسلمك، نورتنا في الداخليه. الله يخليك ويخلي ابوك واللي جابوك. جيت متاخر. معلش يا حبيبتي، انت عارفه زحمه المواصلات. مش ممكن. حضرتك مدام هاله فاخر الممثله؟ لا، الباشمهندسه. مش ممكن، مش مصدق نفسي. معقول انا واقف قدام حضرتك؟ ربنا يخليك لينا، ربنا يخليك. على فكره يا فندم، انا ما بفوتش اي عمل لحضرتك، سواء تلفزيون سواء سينما سواء يعني. بس ليه تعليق حضرتك؟ اتفضل. حضرتك ليه مقصره في الاذاعه شويه؟ مش متواجده حضرتك في الاذاعه؟ لا، عشان صوتي بس كان تعبان شويه. شكرا يا فندم، ربنا يخليك لينا يا فندم. والله بحب حضرتك جدا. الله يوفقك. الله يخليك. طب انا استاذن حضرتك، بس السيناريو اللي في ايدي ده واضح انه سيناريو صعب شويه، عاوز شويه تركيز. فانا جابوا لي السيناريو النهارده الصبح ولازم ارد عليهم بالليل، عشان اسفه يعني قاعده في هدوء كده. صح يا فندم. يعني طب كنت عايز بس اقول لحضرتك حاجه. انا ليا واحد صديقي اسمه فتيحه. ايوه. توامي. احنا الاثنين متخرجين من معهد امناء الشرطه. وحاليا بنشتغل امناء شرطه يعني. أهلا. وهو هيزعل جدا ان انا شفت حضرتك وهو. لا والله العظيم ده تلاقيه اهبل ده. مش ممكن يا فندم، مش ممكن. ربنا يخليك. طب يا فندم، يعني نحل الموضوع ده، ممكن انزل بس اجيب ورقتين، ورقه ليا ورقه لفتيحه حضرتك تكتب لنا عليهم كلمه كده يعني؟ انا استاذن حضرتك بعد اذن حضرتك، انا اسفه جدا يعني انك حضرتك لو نزلت تجيب الورقتين عشان انا امضيهم هناخد وقت، اكون انا قريت مثلا 10 صفحات. أيوة. فممكن اكتب لك على ايدك وتنقلها انت بعدين. لا رايك فاضي. خطبتي. لحظة واحدة يا فندم، لحظة واحدة. ازيك يا ابراهيم؟ ازاي ابوك؟ ايه ده؟ ايه مش تحاسبي يا بنت الناس، مالك في ايه؟ ولا ما انا عارفة اتعثرت في ايه؟ يلا يلا ولا يهمك، بس بعد كده ابقي فتحي وخدي بالك. قومي. عدم المؤاخذة، مش انت فتيحة ابن الحاج فتح الله الله يرحمه؟ ايوه يا ستي، انا فتيحة ابن الحاج فتح الله الله يرحمه. وانت مين بقى؟ انا سميح. سميحة بنت أبو عوف البقال. انتي سميحة بنت أبو عوف البقال؟ ايوه. بسم الله ما شاء الله، والله كبرتي وحلويتي يا سميحة وربربتي كده. وانتي يا بنت مش كانت عينيكي سودة؟ ايه اللي خلاها خضرة؟ انتي بتاكلي خس كتير صح؟ يحلي ايامك ويخضر دنيتك يا سفتيحة يا رب. وقولي لي بقى يا سميحة، ابوكي الحاج أبو عوف لسه حرامي برضو زي ما هو وبيسرق في الشاي والسكر؟ وبعدين معاك بقى يا سفتيحي. ما تزعليش يا بنت، ده انا بهزر معاك. بتهزر؟ طب خد الخصايه دي زي العسل واول قطفه. خصايه ايه وعسل ايه وقطفه ايه؟ دي مش مغسوله. مش مغسوله؟ نغسلها وبميه حلوه كمان. اغسلي يا سميح، اغسلي. بسم الله ما شاء الله. ما هو ده الخضار اللي احنا هنطبخه النهارده في دارني. عشت وشفت ابو عوف البقال بيطبخ كمان، وريني كده. ماشي، هديه مقبوله يا سميحه يا بنت ابو عوف البقال. لا لازم تاكلها دلوقتي يا بنت. ما ينفعش، اصل مستني ناس مهمين جايين لي. يا اخويا كلها، ده انتوا تلاقيكوا في مصر ما بتاكلوش خضار صباح ابدا، وتلاقيه مليان كيماوي ومتنيل على عينه. والله معاكي حق يا بنت، بس ماشي هبقى اكلها يعني بعد شويه. لا يمين بالله لا تاكلها، وانا اللي هاكلها لك بايدي. الله الله، فتيحه سميحه بنت ابو عوف. استني بس يا فتحي، عاجبك كده؟ ده خابط فيكي وفي الخصايه بتاعتي، كانت خصايه سودا عليا اهي. فتحي وان مينيت، استني يا سمر. هو ده اللي حصل صدقيني. مصدقاني ولا لا؟ مصدقاكي المره دي يا بكاش. طب طالما مصدقاني يلا بينا. وحشتيني يا سمر، وحشتيني يا مراتي يا حبيبتي يا كل حاجه في حياتي. يا بكيش، ولحقت اوحشك في 10 ايام. 10 ايام يا سمر، كل دقيقه، كل ثانيه، كل فيمتو ثانيه من بتوع الدكتور زويل بتوحشيني فيها. على فكره يا تيم، انت بقيت حاجه مهمه جدا في حياتي. بقيت؟ امال انا كنت ايه الاول يا سمر؟ ما حسيتش بالاحساس ده لما ابتديت تغيب عني وتطلع مأموريات. البعد ده خلاني افكر فيك اكتر واحبك اكتر. مش اكتر مني يا سمر. عارفه نفسي في ايه؟ نفسي اغمض عينيا وافتحها الاقينا انا وانتي في بيت واحد، وشنا في وش بعض على طول وما نسيبش بعض ابدا. انتي مكسوفه مني ولا ايه؟ لا ابدا، اصلي بفكر شويه يا سفتيحه باش. باشي ايه يا بنت؟ انا اسمي فتيحه، ومهما عليت او اترقيت او خدت من مناصب هفضل برضه فتيحه المتواضع. هو اني بس اللي بقول لك يا باشا؟ ما البلد كلها عارفه اني مخطوبه لاجدع ظابط. يا بنت انا مش ظابط،
أني أمين شرطة، يعني رب أقل من الضابط هبابة كده صغيرة. ما تقولش الكلام ده يا سي فتيحة، ده أنت أجدع من أجدعها ضابط في الدنيا. الله يجبر بخاطرك يا فتحية. قوليلي بقى، عايزني أقولك إيه بس يا تامر؟ تقولي لي أبوكي بيفكر في إيه؟ واشمعنى رجع في كلامه في الوقت ده بالذات؟ بابا رجع في كلامه مصاحبة بقيت أمين شرطة بالظبط. طب وكنت أعمل إيه يعني يا سمر؟ مجموعي ما دخلنيش كلية الشرطة، أنط من فوق السور يعني علشان أدخلها؟ بعدين يا سمر أنا بحب البوليس، بحبه قوي، وبكره ان شاء الله اخش كليه الحقوق واخد الليسانس واترقى وابقى ظابط. انا عارفه كل الكلام ده يا تامر وفاهمين، بس بابا ما عندوش تفاهم، وكان رايه ان احنا نتجوز بعد ما اتخرج من كليه الشرطه وتبقى ظابط مش امين شرطه. فاهم ابوكي ان احنا كلنا بنتساوى في خدمه بلدنا، كل واحد فينا بيدي من مكانه، سواء كان عسكري او امين شرطه او ظابط. انت شايف ايه يا تامر؟ شايف انني لازم اواجهه، ومش ههدى وهيغمض لي جفن الا لما ارضي ترجع لي. ان شاء الله ارضك ترجع لك، بس تاني كل ما واجه ابويا بحكايه الارض دي يقول لي ان المرحوم ابوك باع له الارض بيع وشارى. الكلام ده ما يخشش دماغي بحبه خرده واحده، وابويا الله يرحمه طول عمره كان يحذرني من عم الحسين دي، ويقول لي ده اكلتي وكرشه واسع ويسع مال قارون. فتيحه ما تنساش ان الحسين ده يبقى ابويا وعمك كمان. ماني مش ناسي يا فتحيه، ما هو ده اللي مهديني ومخليني مش عارف اعمل حاجه. وانت عايز تعمل ايه يعني؟ هواجهه طبعا وهقنعه بوجهه نظري، انا كاتب كتاب عليك يعني انت مراتي حلالي، وبعدين انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك ابدا. ان شاء الله ان شاء الله هفهمه انه جوز بنته لراجل كفر وقد المسؤوليه. مش دي قضيه بابا يا تامر. عارف يا سمر، بس هواجهه برضه، حتى لو كنت عسكري عادي هواجهه واقول له نفس الكلام. يا سمر يا حبيبتي، الحب ما بيعترفش لا برتب ولا مناصب، وانا بحبك. مصدر معايا في البيت يا سمر، ده انسب حل يا مختار. مش حرام عليكي؟ مش حرام انتصار؟ قول عليكي عشره 12 سنه وكل ده ليه؟ عشان مش قادر اوفر لك طلباتك. مش كده وبس، في سبب تاني. انتصار يا ريته كان بايدي، ربنا سبحانه وتعالى مش عاوز يرزقني بولد، انا اعمل ايه؟ هو ربنا ليه حكمته في كده؟ ده امره. مفيش داعي نتكلم في اللي فات، ده الحل اللي يريحني ويريحك. ده الحل اللي يرضي غرورك وطمعك. طول عمرك انا ليا انتصار، عمرك فكرت اللي في نفسك وبس، عمرك ما عرفتي معنى ان زوجة تقف جنب جوزها في شدته ومهنته ايه، عمرك ما مليتي ريقي بكلمة حلوة او ابتسامة او ضحكة تقويلي على هم الدنيا، لا، طول عمرك كنت مصدر قلق وازعاج بالنسبة لي، طول عمرك ما كانش حاجة بترضيكي ابدا، انما بس هات يا مختار، هات يا مختار، هات يا مختار، هات يا مختار. ربيتيني كرشة النفس، خليتيني أشيل لوحاتي وأجري في الشوارع بحزن متسولين، خليتيني أبيع أعظم لوحاتي بمراريم عشان أرضيكي، خليتي موهبتي وفني هانوا عليا انتصار. سيب الفن لأصحابه يا مختار. خلاصي خلاص يا انتصار، اوعي تتكلم عن الفن، انا فنان غصب عن عينيك الاتنين، وبكره هيجي اليوم اللي هتعرفي فيه مين هو مختار سماحه. عارفاه كويس قوي، حته موظف كحيان بيشتغل في وزاره الماليه، بيقبض اول الشهر كام مرطوش، وفاشل حتى في فنه، واللوح اللي انت بتتكلم عنها مش عارف تحطها فين، وفوق كده كمان بس مينك يا سهيل؟ يا بنت فتح الله ابويا وحلاوتي وامي، هو ده الاكل ولا بلاش؟ مش اكل مصر اللي يسد النفس يا اخويا. كل بالهنا والشفا، منورني ومنور بيتك ومطرحك.
قولي لي يا بنت. ايوه يا اخوي. هو عم الحسيني جه شق عليكي؟ ولا بشوفه، ما فيش غير فتحيه اللي بتطل عليا هي واسم الله عليها اختها الصغيره، وبتستقدري طلباتي لو انا مشغوله. الهي يستر عرضها ويعدلها لها معاك قادر يا كريم. صحيح فعلا المثل اللي بيقول يقلق من ظهر الفاسد عالم. إيه؟ ما كذبش. ايوه يا اخويا. ما تاكل يا فتاحه. ايه مين باك يا اخويا؟ من كل حته يا بنت باكل اهو. ونبي ده انت هفتاء، ونبي ده عفان، ده انت خس 20 كيلو. ده انت بص عامل ازاي، ده انت وشك مصفر، ده اختك واطي. لا انا لا تاكل. ده انت شدك يسد النفس يا شويه. والنبي يا فتاحه يا بنت كده. انا لا تاكل. طب تاكل انا اكلك. عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه. ايه انا كلت اكل زي والدفعتي كلها. الحمد لله. يسلمك طبيخي. معلش معلش. اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوايا يا رب. بصي انا هقوم اغسل ايدي. عقبال ما تغسل ايدك هعمل لك كوبايه شاي النماء. ايه مش هنخلص بقى من الموضوع ده؟ المفروض ان كل اب بيدور على مصلحه بنته مع الراجل اللي هي بتحبه وتختاره. اللي مزعلني منه بقى ان هو راجل مهندس محترم وفي مركز مرموق. يا بابا مش معنى انه مهندس يبقى واعي وفاهم الدنيا، ده راجل بيحب البرستيج، بيقيس كل حاجه بالمظاهر. مسكينه سمر فعلا. بقول لك ايه يا تامر، ما تعيد ثانويه عامه وحسن مجموعك وادخل كليه الشرطه. يبقى كده حضرتك يا بابا تفكر زيه. انا خدت قراري خلاص، انا لا عيد ثانويه عامه ولا هخش كليه الحقوق ولا هغير من نفسي كامين شرطه. ماله امين الشرطه يعني؟ واللي عاجبه على كده اهلا وسهلا. كده يبقى 51، وما تبقاش تعلن التحدي تاني عليا خالص. واحنا قدك يا باشا، معقول في باشا يتغلب حتى في الضومنة؟ تليفون عشانك يا فتيح يا باشا، عند جمعة البقال. ايوه فتيح، عامل ايه؟ وحشني ولا؟ انا تمام زي الفل، انت كويس؟ كان نفسي اشوفك دلوقتي عشان اقعد اتكلم معاك وفضفضلك، وبالمره نتدرب مع بعض. المهم انت طمني الاول، نمت كويس وكلت ولا لا؟ اوعى يا فتيح، ده كاس اتحاد الشرطه مش عايزينه يروح من ايدينا. ماشي، اشوفك بكره ان شاء الله. مع الف سلامه يا حبيبي. 80 واحد ممكن استغنى عن الجزار، ملوش لازمه. بركز على البقال، انا زيتون وحلاوه يعني شهر وان شاء الله هعدل نفسي بعد كده. طب دلوقتي فاضل من شهر، النهارده كان 13، يبقى فاضل 17، لا ده الشهر ده 31، فاضل 18 هيكفي يعني، مش هيكفي قوي. سؤالين بتاعي ان شاء الله كله هيبقى كويس يا مختار. والله انتي روح مالكي لازمه، ممكن تعيين او نحتاج لدكاتره، وكمان فلوسك نوفرها، مفيش لازمه. يلا
على فين العزم كده ان شاء الله يا ست فتحيه؟ اصل انا كنت رايحه جاي. ليه فاكراني جاموسه قاعد على الباب؟ انا عارف انت رايحه فين. راح تقابلي سي المحروسة فتاحة باشا، مساعد اول وزير الداخلية. وماله يا انت مش ناوي تكتبي عليه وبكره نتجوز ويبقى جوزي؟ ما قلناش حاجة، بس لسه ما بقاش جوزك ولا انت جوزته، وما يجوز شيء انك تخرجي تقابليه لوحدك، لازما وحتما تاخدي بنت اختك معاكي. ما البلد كلها عارفة ان مكتوب كتابنا يابا، لازمتها انا ريمان معاكي. اخلصي سك بقك خالص. انت يا بنت يا مار يا مقصود اسمع يا بنت نريمان، انا عايزك تروحي مع اختك رجلك على رجليها، لو سبتيها انا هكسر رقبتك وهكسر رقبتي. يعني مثلا يا متولي يا اخويا، احنا عندنا في الداخليه الميري ميري ما فيهاش هزار، تروح يمين تروح الجماعه يا باشا. طبعا يا باشا من الله احسن لله احبابه. بقول لك ايه يا متولي، انا اصلي مستعجل دلوقتي، ما عندكش حد يخطف البنت نريمان دي او يرميها في الترعه حتى؟ معلش يا باشا مفيش حلاوه من غير نار. انتوا بتعملوا ايه يا باشا؟ يا ساتر لا ما ينفعش كده والله، انا زهقت من الرقابه اللصيقه دي. اسمعي يا نريمان، خدي البريزه دي وروحي اشتري لك كيس مصارعه من عند عم عوف البقال. مصارعه انت رخ اسمه كاراتيه. وانا هعمل ايه يا سي فتيحه؟ بس ما انا مخي مشغول بك وبالمصارعه بتاعتك. الدرجة دي بتفكري فيا يا فتحيه؟ واكتر يا سي فتيحه اكتر، ده انا بحلم بيك وانا نايمه. فين البريزه يا فتحيه؟ لا ما ينفعش كده والله ما ينفع، انا زهقت من البرايز كلها. خد يا بنت امسكي وخلصيني كلمه جديد. ورحت ايه امسكي نص جنيه بحاله اهو، اشتري اللي انت عايزاه. هتشتري واحنا راجعين. يا باي يا باي على الرزاله والبراده والسماجه، يعني خبطها بوكس اجيب اجلها؟ يا سلام يا واد يا مختار، ده لا 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 لا، ده انت مش فنان وبس، لا ده انت عبقري كمان. يا سلام لو عديت دي تبقى عديت من الفقر بصاروخ يا مختار، وبعدها اطبع منها الكمية اللي انا عايزها وابقى بيه. طبعا حبقى بيه كبير قوي، بس هطبع فين؟ يلا مختار كمل المشوار وبسلم لي عالست انتصار. اهلا بالابطال. اهلا، ايه الاخبار يا تامر؟ الحمد لله يا فندم كله تمام. والتدريبات منتظم فيها ولا لا؟ منتظم يا فندم وربنا هيكرمنا ان شاء الله. كويس، طبعا انتوا عارفين ان الكاس ده كاس الاتحاد كله، وانا يهمني ان رجاله المباحث العامه تخطف الكاس ده من كل قطاعات الشرطه، وخاصه الامن المركزي. الامن المركزي فيه شويه عيال ناشفه وبتستحمل. كلنا اصرار وعزيمه على النصر يا فندم. تتكلمش ليه يا فتيحه؟ انا شرحه يا فندم. شرحه؟ شرحوا يعني ايه يا ابني؟ يعني ان شاء الله يا فندم الكاس مش هيخرج من هنا من اداره المباحث. خلي بالك يا فتيح، الواد اللي انت هتلعبه ده اخر تجنيد واخر ماتش ليه، يعني يهمه طبعا انه يطلع متشرف. هتشوف سيادتك اللعيب بتاع الامن المركزي ده انا هعمل لسيادتك فيه ايه. ده العشم برضه يا فتيح. يلا بقى نخلص البطوله دي بسرعه علشان عندنا شغل تقيل قوي عايزين نبقى جاهزين له. ان شاء الله يا فندم. اورك يا فندم. لو سمحت الفاتوره كام؟ الاكل لسه ما نزلش يا فندم. انا عارف، انا اصلي افتكرت مشوار مهم قوي لازم اروحه دلوقتي حالا. معلش
الف لحضرتك تكلم. لا لا ملوش لازمه، اطمن انا حاسب على الفاتوره بس. هي كام مش ضروري، بس قول لي كام المجموع كده. كام؟ 35 جنيه. طيب يا سيدي تشيك. اتفضل الباقي بقى بسرعه اذا كان ممكن. اتفضل يا ريس. خد خد وتشكر يا سيدي. شكرينا يا ريس. يلا قدام مفتاح. على فين؟ هنروح نجيب سمر. وانا اجيب سمر ليه يعني؟ هو انا هزفها ولا اجيب لها مزيكه حسب الله تامر؟ اوه طب خليك هنا. ها ماشي يا عم، ما انا قاعد هتلقى هنا اهو. طيب استني، بقولك استني. ارجوك يا مات سني لو مش هتروح. لا هروح. مش هتروح. انا مش هشوف وشك يا اخي. انا بقولك مش هتروح. هو غصب عني. يا عماد في ايه؟ في ايه يا جدع؟ في ايه؟ تعالى هنا اخد لو سمحت. يا عماد مالك في ايه؟ انت مالك يا بارد انت؟ انا بارد؟ ما انك رزل صحيح. ايه هتعمل يا جدع؟ لا 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 لا. انت بتعمل ايه يا فتيحه؟ مين ده؟ ده عماد. عماد مين؟ عماد الرزل. وعرفت منين انه ده رزل؟ مش عايز يخلي البيت تروح. انت مجنون على فكره. انا مجنون؟ ايوه. ليك راجل يترد عليه. يا افتح حالك. انا في ايه؟ تعبيط ولا نسيت نفسك ولا ايه؟ كامل انا عايزك تسيب نفسك خالص. ايوه سيب نفسك بقى. ايوه افتح صدرك. افتح 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 حاول. ما وصلك وشك ما وصلك. ايه تعالى بقى جهز لك. ايه بقى جهز لك؟ ده بقى جهاز. ها ده بقى جهاز الذكاء. ايوه ها خد بالك. ايوه بص. ده ليش الجهاز ده كابتن؟ بلاش ده بقى. بلاش الجهاز ده. ده خضار. ايوه ايش بقى؟ ايوه ايوه. بص اهم شيء يا تامر، عايزك تلم لي نقطة. انا ظروفي صعبة. نقطة ايه يا كابتن؟ نقطة ايه؟ روح للفرح. وبعدين مش هستنى نقط. انا هاخده قاضي على طول. يا جدع قاضي ايه؟ قاضي ايه؟ انت فاهم نفسك بتلاعب علي زلومة؟ هدغدغه وهقطعه. دول امن مركزي. عارف يعني ايه امن مركزي؟ يعني دول ما عندهمش رحمه. يعني اضرب هتلاقي الخرزانات نازله عليك تلف من كل حته. بس انا ما يهمنيش هبوظه. بوظه ايه؟ انا عايزك تعيش معايا وتسيب نفسك خالص. بص بقى من الاخر. احنا هنلعب خطه كرياوتي مقرقد من الجناب. مين؟ كرياوتي مقرقد من الجناب. ها؟ بس في التوب سكت. ماشي. ها؟ عيش. ايه بقى الخطه بتشرحها لك انت؟ ده بقى ايه؟ تاخده شوحي وتروح جايبه بره وليه؟ بره وليه؟ مقلب حراميه. ها؟ وتعيشه بقى. ها؟ وتسيب لنفسك خالص. المهم انت هتبقى فين طول الماتش؟ انا موجود قدامك، انت تسيبه خالص. طب افرض تهت مني. تهت ايه؟ لو تهت ما تسالنيش. ها؟ اغنيها لك؟ يا ريت. لو تهت ما تسالنيش. ايوه. تليفون يا كوتش. تمام. انا عايزك تسيب نفسك خالص. ها؟ تليفون يا كوتش. عينك عليا انا، استنى يا ابني. عينك عليا انا. ها؟ ما تبصلوش هو خالص. طب افرض ضربني. في مثل بيقول لك يا بخت البات مغلوب ولا بات محلوب. طب افرض اتعورت بقى. اتعورت؟ ربنا يا اخي شاهد على كل حاجه. ماشي. مش مهم نكسب الماتش يا تامر. امال ايه المهم؟ المهم الخطه تنجح. حاضر. واذا عوق معاك. ايوه. ها؟ لعبه التعبان. شكلاي مكلاي. ها؟ شكلاي مكلاي. ها؟ فاهم ان انا مدرب بس؟ امال ايه؟ انا مدرب وحاول كل شويه. اوعى. ماشي. ها؟ ايوه شد شد. استنى بقى بشوف اللي. مين؟ جوهر. ايه؟ هو لسه عايش؟ الو؟ ايه يا جوهر؟ عايز خطه؟ انا ليك يا جوهر. انت كل ما تيجي هتشتغل لي؟ بص يا جوهر، بص يا بابا، احنا انا عايز خطه؟ ماتش ايه؟ اجنبي ولا محلي؟ انت ما بتلعبش الا ماتشات اجنبيه؟ طب بص انا هعمل لك تشكيل، خد بالك. عندك خط الباكات؟ عندك احمد كوشري؟ ها؟ معايا انت؟ وحمدي مكرونه؟ وسمير كمونه؟ ها؟ خد بالك من خطه جوه. وشطه. اهي وجبه كامله. ها؟ وجبه كامله عندك. ها؟ ولو لقيت الحياه هفتله، ها؟ خش بقى على سمكه وسردينه والبوري. دول في النص. خط النص هم بلبطوا في نص الملعب يعملوا اي موك. ها قدام بقى عندك ايه؟ الدقاق. كفته الاول. كفته والدقاق. انت فاهم بقى كفته والدقاق جنب بعضيهم بيعملوا ايه؟ ها بس وتعيش. ها اي خدمه جوه. وما تقعدش بقى كل شويه تسيبنا بقى وتخلع. ها اركز بقى واي خطه تعيزها تحت امرك جوه. ماشي حبيبي الله معك. يلا ولو عسلني انا برضو ما عنديش مانع. انت عيش حياتك
ولو حبيت تغير الخطة في نص الماتش يبقى كلمني، ها؟ وما تنساش تبعت الشيك، ها؟ أحسن الحياة معايا بيس خالص، ها؟ يلا حبيبي، الله معك. يا كوتش ركز معايا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد اللواء رئيس قطاع الأمن المركزي بالقاهرة، السيد العميد رئيس مباحث المديرية، السادة الحضور، في ختام بطولة كأس اتحاد الشرطة الرياضي في لعبتي الملاكمة والمصارعة الحرة، يسرني أن أرحب بكم في الصالة الصغرى للاتحاد، متمنيا التوفيق لإخوتنا وأولادنا رجال الشرطة البواسل في مختلف القطاعات. والآن تبدأ المباراة النهائية في الملاكمة على كأس الاتحاد للوزن المتوسط، ويتنافس فيها من قطاع الأمن المركزي اللاعب محمد شرف الدين محمد. من قطاع المباحث ويمثله اللاعب تامر نجم الدين محمود بطل اتحاد الشرطة على مدار 4 سنوات. خطه كرياوتي مقرض من جناب، انا هلعبه بخطه جديده خالص. ايه؟ خطه سنجاب بلبل في الوطوات، هيرس تيرس في التراب. اوعى اوعى في الشيزنج على طول. ها عارفها الخطه دي ولا عارف حاجه ولا متنيل عارف حاجه؟ مش مهم. ها عايزك عينك عليا برضه. ها عينك عليا. Thank you.
مبروك يا امين تامر. الله يبارك فيك يا فندم. سلام على سياده اللواء. مبروك يا تامر. الله يبارك فيك يا فندم. اشوفك النهارده بالليل. بالنسبه لان انا حضرتك المدرب بتاع تامر يا فندم. اهلا وسهلا. مبروك. لا الله يبارك فيك حضرتك. دكاس 330 في الملاكمه. ايه بقى حضرتك المصارع والبونج بونج والكاراتيه. ماليات يا فندم. بس انا مش عايز اضيع وقت حضرتك. بس كده يبقى مليون ونص. والله حد تضحك لك الدنيا المختار يا سماحه بعد طول الخيال. يا سلام يا سلام لو خطه صرفهم كملت. بس لازم تكمل. هتكمل ان شاء الله. محدش لاحظ اي اختلاف لحد دلوقتي. واولهم المتر بتاع المطعم. يلا مختار اجمد كمل مشوارك علشان تتنقل للعالم اللي بتحلم بيه. عالم الدلع والبغتتة. كفاية فتيحة كده. فتيحة كفاية. فتيحة انا عايز اقول لك خلي شوية طاقة. خلي شوية طاقة للماتش يا فتيحة. كفاية كده. كفاية ده هو ايدك ده احماية يا فتيحة. كفاية كفاية ارجوك يا كابتن ابو جميل. ايوه انا عايز اثبت لك ان اللعيب بتاعك فت ومية مية وجاهز للماتش. انا عارف يا فتيحة. انا عارف ان انت دايما عظيم. بس عايز اقول لك عايز تقول ايه؟ انا عارف انت عايز تقول ايه. انت عايز تحذرني مواليد النونو بتاع الامن المركزي صح؟ يا فتيحة انا اقول لك انت شفته؟ لا ما شفتوش. بس اللي سمعته عنه ما يطمنش من اول وهله يا فتيحة. لما انت ما شفتوش. لما انت ما شفتوش هلاقي ليه؟ هلاقي ليه؟ انا عايز اعرف. انا مش بقلقك يا فتيحة. ثانية واحدة. انا مش بقلقك. انا بحمسك. انا بسخنك يا فتيحة. دي لازم وظيفة المدرب يا ابني. ومش عايزك تستهتر بالخصم يا فتيحة. انا لما بقعد اتفرج على شريط فيديو. ايه؟ شريط فيديو؟ تعال تعال. ايه؟ انا في سؤال محيرني عايز اساله لك من زمان. اتفضل يا المصارع العظيم. انت قبل ما تدربني كنت بتشتغل ايه؟ انا بلا فخر. ايوه. كنت بطل في مركز شباب زينهم على مدار 12 سنة في المصارعة. بس ساعتها كان النادي قافل. هي الليله السوداء بتبان بالعصريه. ليه يا فتيح؟ والنهارده الماتش. مركز شباب زينهم والنادي كان قافل. بقول لك ايه يا كابتن الجميل؟ ايوه يا فتيح اتفضل. ممكن نعمل انا وانت تدريب عملي؟ قوي قوي قوي. يلا يلا بينا. يلا يا فتيحة. ايوه جميل جميل. وقد اطمأن الاطباء على صحه الرئيس يل. يل؟ يل دي ماركة ايفل. كمل يا بنت بص كويس. يل تسين. يل تسين؟ اسمه يل التسين. بقى تبقي في تانية اعدادي وما انتش عارفة اسم الرئيس الامريكي؟ ما هو مكتوب كده يابا. كملي يا اختي كملي. وقال يل تسين. يل التسين اسمه. ان الوضع الاقتصادي لا يمد بصلة. بصلة؟ بصلة ايه يا بنت؟ شم كويس وفيها بصلة ولا تومة ولا ايه؟ ايوه بصلة يابا. بصلة؟ متأكدة؟ كملي. للمشاكل التي في الولايات التي تريد الانفصال ولو ان الوضع يتطلب العلاج الملح. الملح؟ هم ما عندهمش ملح. بقى تبقى دولة كبيرة كده وما عندهاش ملح. اسمع يا بنت انت باين عليك غلطانة. انت تخش تذاكري كويس عشان لما ندهلك تقري الجورنال تقري مظبوط. يلا قومي. برنسيسة اللي واخد عقلك. هو في غيره يابا؟ يا رب يتهنى بيه. يا سلام حسن ونعيمة يا اختي. انا عارفه سيادة اللي هو فتاحي مساعد اول وزير الداخلية. يا رب ينصره يابا. ده النهارده عنده ماتش مهم قوي. ماتش يا بيت؟ هو مش بيقولوا الدوري خلص؟ دوري ايه يابا؟ ده عنده ماتش في المصارعه الحره. مصارعه حره؟ يبقى هيقابل هوجن بقى ولا محمد علي كلاي. يابا كفايه تريقه على فتيحة. انا مش عارفه هو مش نازل لك من زور ليه مع انه ابن اخوك وجوز بنتك. وعمره ما هينزل لي من زور طالما هو بيرغي في موضوع الارض دي. مش ارض وارض ابوه ومن حقه يطالب بيها. تكسر حقك.
فتيحة ملوش حق عندي. لا يابا، له تلات فدادين، وانت بنفسك قايل لي الكلام ده قبل ما فتيحة يدخل معهد أمناء الشرطة. ايوة صح، انا قلت لك كده عشان كنت صغيرة وما بتفهميش حاجة، وما رضيتش اقول لك ان ابوه باع لي الارض بيع وشراء عشان كان مزنوق شوية. ما هو عمال يقول لك يا عمي وريني عقد الارض وانت ولا انت هنا. عادي، ابوه باع لي الارض بيع وشراء بالبوق وقبض تمن. ادعي لي يا تامر، ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتاخد الميداليه والكاس وهنفضل ابطال اتحاد الشرطه طول العمر. طيب ما تنساش اللي احنا اتفقنا عليه. يا جدع انت فضل الله ولا فالك، ده انت هتخلص عليه من اول جوله. طب لو سمحت سمعني كده هتعمل ايه؟ بص يا سيدي، لما الاقي نفسك اتكرش والراجل كسعمك خالص حرم الفوط على طول. ماشي، طب وبعدين؟ لما احس بقى ان عينيك ابتدت تغرب وبقك ابتدى يشرق ودانك بتدلدل والسر اللي لها هيطلع، اخش على الخطه 111 كده. بقى يبقى عندك غيبه صح. بصراحه افتح، انا سامع في صوتك كده نبره تشاؤم مش متعود عليها، طول عمري شايفك شجاع ومخدام. يا ابني ركز معايا، انا بلعب وزن مفتوح يعني اوبن بوفيه. بوفيه؟ طب انا هروح اطقس على الارض بتاع الامن المركزي ده واعرف ميته ايه واجي لك لما تطلع الماتش. اطقس اطقس ولا يهمك. هاجر يا افتح، شد حيلك يا بطل، بتوع الامن المركزي كانوا هيشمتوا فينا لولا رجوله وشجاعه الواد تامر ده. اطمن يا فندم، ان شاء الله هرفع راس سيادتك وراس الاداره للسما وهفرح حضرتك زي تامر ما فرحك بالظبط. باذن الله باذن الله. تمام يا فندم. اهلا يا بطل، ازيك يا تامر؟ الف مبروك. خليك بقى مع صاحبك في الاوقات الصعبه دي. ها شد حيلك يا افتح. حاضر يا فندم. سلام. مع السلامه يا فندم. هي اوقات صعبه بقى دي، صعبه قوي. يا تامر، شفت وليد ده؟ ايوه شفته افتح اخويا. ان شاء الله هي يد واحده والاسعاف هتيجي على طول. ايه؟ اقصد يعني اول ما الماتش يبدا يمكن 15 ثواني والسر الالهي يطلع على طول. ربنا يطمنك يا تموره. افتح اخويا، ممكن احضنك وبوسك قبل ما تطلع الحلبه؟ ليه انا في ايه؟ وانا مهاجر ولا ايه؟ مش يمكن تطلب معاك هجره غصب عنك؟ مع الاثاره والقوه والرجوله، مع المباراه النهائيه في المصارعه الحره على كاس اتحاد الشرطه الرياضي، ويمثل طرف المباراه من المباحث اللاعب فتيحه فتح الله فتح الباب، بطل قطاع المباحث لاربع سنوات متتاليه في الوزن المفتوح فوق الثقيل. يقابله من قطاع الأمن المركزي اللاعب المتميز الناشئ وليد عبد الحميد النونو. انا همشي وبعرف ميعاد العزم من تامر. ورقة متقنة جدا، ده مزور محترف. جمعت معلومات عن الراجل ده؟ ايوه يا فندم، الدوسيه اللي قدام حضرتك ده فيه كل المعلومات عنه من ساعة ما اتولد لغاية ما بدأ يزور. كويس،
اختار سماحة السيد علي موظف سابق وزارة المالية وفصل سوء السير والسلوك مطلق ليس لدي أولاد. طبعا لا أنا حبار الورق دوت على رواقة وأعمل اللازم. ودي يا فندم صورته حصلنا عليها من ملفه في وزارة المالية. هاي بص كده هو اللي في الصورة. هو بعينه يا فندم أنا فاكره كويس جدا جدا. طيب احنا بنشكرك لتعاونك معنا فترة. شكرا. مع السلامة. تمرني بحاجة ثانية يا فندم؟ شكرا يا سعلاء. مع السلامة. على اذنك. اتفضل. طب الجمال هتشتريها بنص مليون يا مختار. والمليون اللي فاضل هتشتري بيه ايه؟ لا لا فوق لنفسك يا مختار. وانت مش لازم تصرف كل الفلوس. لازم تبقى حاجة معاك. وكمان لازم افكر في صفقة مضمونة زي الجمال اللي انا ربطت مع التاجر اللي هيشتريها مني. بس لقيتها بس ربنا يستر وتعدي صفقة بطن الجبل دي بسلام. اهلا يا بطل. اهلا اتفضل اقعد. يا فندم ما يصحش. يا ابن اقعد. مش ممكن يا فندم. يا ابن اقعد اقعد. ده انت خدت حتة علقة انت وصاحبك. فداك يا فندم وفدا اداره المباحث كلها. والامين فتيح عامل ايه دلوقتي؟ والله يا فندم هو من ساعه ما شاف الواد اللي اسمه نونو ده وهو عنده حاله ذهول وصرع وبعدين الدكتور بتاع الاتحاد غلب معاه في الاخر اداله 3 حقن فولترين وفرش انبوبه مرهم على رقبته بس رقبته بتتحرك كده وكده بس هو لفوق شويه في وجع يعني. طبعا احنا كده خلصنا من البطوله ولازم بقى نتقبل شغلنا. تحت امرك يا فندم. شوف يا تامر زي ما احنا ابطال في الرياضه لازم نبقى ابطال في شغلنا. انا هكلفك بمهمه صعبه جدا ومهمه جدا في نفس الوقت. كلنا راح نشاره سعادتك يا فندم. المعلومات اللي عندنا عن مزور خطير اسمه مختار سماح. دول 500,000 جنيه يا معلم ربيع. تقدر تعدهم باكو باكو جنيه جنيه براحتك. فضل ده كلام يا معلم ياسين. خليهم وكمان الجمال مبروكين عليك. الله يبارك فيك يا معلم. والله قد الجول. بقول لك ايه الجمال كلها اتحملت بالعربية النقل على مدخل البلد واول ما تؤمر السواق يطلع على طول. ودول هدية بسيطة مني للعروسة تشتري بيهم اللي هي عايزاه. والله كلك واجب يا معلم ياسين. الحق اقوب انا. لا واهد الله انت ضيف عندي الغايب بكرة الصبح. لا ما تحلفش يا معلم ربيع داني ورايا اشغال كتير. بقول لك ايه احنا صعيدة وانت خابر كيف الصعيدة. ها افرض انا عندك في بلدك هتسيبني كده مش على طول. انا اسيبك. ها قصدي يعني مدام وراك اشغال كتير اسيبك. واصل يعني بقول لك ايه لا اصل ولا فصل وانا حلفت بعهد الله يا ابن عمي احنا هنقعد هناك لقمة مع بعض وتطلع نفرجك على بلدنا بطن الجبل وتحضر بالليل فرح بنتي. بلدكم بطن الجبل؟ ايوه بس يا رب ما يكونش الجبل واكل اكله مش اللي هي بطنه الكركب علينا. يا سيدي نفرجوك على ظهر الجبل. دي البلد اللي جنبيكوا. والله ما هنخلص معاك يا معلم ياسين. قوم يا ولد حضر الوكل. يلا الوكل بسرعه. قول لهم هم قاعدين في رجلين الجبل. لا 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 فتيحه ده لا. ليه بس يا فندم؟ ماله فتيحه؟ غبي متسرع ومندفع وسريع الغضب وهيبوظ لك كل شغلك. بس انا بعرف اتفاهم معاه يا فندم. وليه يا اخي؟ ما عندك زمايلك زي الفل عيال اذكيه وجامده. اشمعنى يعني فتيحه؟ يا فندم زي ما حضرتك شايف تكوين الجسدي بتاع فتيحه انا بعرف استخدمه كحائط صد لما بحس باي خطر يا فندم. يقوم يبوظ لك كل شغلك وتنكشف على طول. يا سياده العميد انا طلعت مع فتيحه 3 مأموريات قبل كده في مأموريه منهم وقعت. الحقيقه لا بس لولا ذكائك كانوا الثلاثة انكشفوا. علشان بعرف اتفاهم معاه زي ما قلت لحضرتك. يعني اعتبرك المسؤول قدامي؟ بالظبط يا فندم. وان شاء الله ربنا هيوفقنا انا وفتيحه ونقبض على مختار سماح. امري لله. روح اندهله عشان اقول لكم هتعملوا ايه. بس بسرعه الوقت مش في صالحنا. يعني مثلا عندك عندنا في 100 شبانه لما بنزل يقول لك الباشا راح الباشا جه مش فاهمين حاجه. وفي الاداره هنا ادارتنا دي اداره المباحث انا اللي شايل الشغل كله على كتفي. انا اللي بتكتك وبخطط وبقبض على المجرم وممكن اتحبس مكانه كمان. انت
انت ما بتتكلمش ليه؟ وانت مديني فرصه اتكلم؟ طب يا سيدي اتكلم. انا مش من الاداره ديه، انا جاي اسال على سعاده العميد محمد اسماعيل. ايه ده؟ انت جاي تسال على سعاده العميد محمد اسماعيل؟ الدور الرابع اخر الطرقه سابع مكتب، هتخش هتلاقي سجاده حمراء ومكتب بني وبرفان ازرق، ورا هتلاقي مكتبه فيها ميداليات وكتب كتير قوي، وقدام المكتب هتلاقي ثلاث تليفونات، واحد اسود واثنين بني برضه، وعلى باب المكتب بالاماره هتلاقي عسكريين، واحد اسمه ابو السعود والتاني اسمه النجدي. ما تتكلمش مع النجدي خالص لانه مش فاهم اي حاجه، ركز مع ابو السعود واياك تتنرفز عليه لانه عصبي جدا. وعلى ما اذكر العميد محمد اسماعيل اتنقل. شكرا، مع السلامه. ده تاه خلاص، تاه او تقريبا اترفد من الداخليه يعني. ها ايه الاخبار جوه؟ هو في الحقيقه متمسك بيك، لكن انا اصريت ان انت تريح المأمورية دي. يريح وتطلع انت المأمورية لوحدك؟ امال مين اللي بيشيل عنك البلاوي في كل المأموريات اللي طلعناها قبل كده؟ شال؟ قصدك مين اللي كان حغرقني بغباوته في الثلاث مأموريات اللي فاتوا؟ يلا بينا ندخل علشان نسمع منه اخر التعليمات، مفيش وقت، احنا هنسافر النهارده. ايه ده؟ ايه يلا ايه؟ الاكفأ والاذكى والانبه دايما بيبقى الاول، والمراسله بيبقى وراه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اذكى وانا مراسله؟ اه لو تعرف انا هتعمل جوه فيها ايه بسببك. الله دي حلوه قوي يا جدع، انت هتناسبه؟ وزي ما قلت لكم ده ناوي ينزل 1.5 مليون في السوق. وماله يا بيه؟ ما ينزل 20 مليون 30 50، خلي الناس تتبسط. الناس تتبسط؟ ايه يا تامر؟ ايه صاحبك ده؟ معلش يا فندم، اصل هو فهمه بطيء شويه، انا هفهمه بعدين، اسكت دلوقتي خالص. طب يلا ربنا معاكم، قدامكم لسه سفر، ولو اني قلبي مش مستريح مش عارف ليه. اطمن يا باشا، الخطه هتتم زي ما حضرتك امرت وبالشعر. ايوه، طب ايه هي بقى الخطه؟ الله اكبر كده، لاني ناويت اشغل دماغي وافكر. هشرح لك بعدين. عروسة حلوة جبلتني، عملت لي القهوة وجلت لي لا 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 لا، قعدت جنبي وسألتني على طريق الهرم، طلعتني مزيكا شغالة رقصتني، فرحان يا عروسة أنا العارف، يا عروسة يا عروسة أنا العارف، فرحان يا عروسة أنا العارف، يا عروسة يا عروسة أنا العارف. يا بنت بيقول لك أبوكي ما تطلعيش في الأيالة، كل العيون لما شافوكي جريوا وراك الخيالة. ويا بنت بيقول لك أبوكي ما تطلعيش في الجيالة، كل العيون لما شافوكي بعتم وراك الخيالة، بعتم وراك الخيالة، بعتم وراك الخيالة، يعظم وراك الخيالة. ترارارتا ترارارتا ترارارتا، يا ولدي يا ولد أنا حبيت وبنار الهوى انكاوي، يا ولدي يا ولد. يعني نسقته مع مديرية أمن أسيوط؟ أيوة يا فندم، وهم دلوقتي مستنين مننا الإشارة. ربنا يستر على العيال دول، مش عارف المرة دي ليه مش مطمن. طب حضرتك يا فندم تأمرني بإيه؟ خد قوة من المباحث، وعايزك تبقى قريب أوي من بطن الجبل. كنت عايز أشور على سعادتك بكده، بس الحمد لله أنا والنقيب أيمن مظبطين كل حاجة. وعملتوا ايه في قضية المخدرات بتاعت النهاردة؟ في الحقيقة يا فندم هي ديت اللي مدربكانة شوية، قضيتين كبار زي دول وفي يوم واحد، بس بإذن الله ربنا هيسهل. الظهر الراجل ادانا بومبا وخلع. وطي صوتك واخد الصورة دي علشان ما نروحش بستين داهية. طب هنعمل ايه يا تامر؟ ما نخرج بره الفرح أأمن واشوف ايه الأخبار، وانت ما تتحركش مهم حد ندالك. ها؟ طيب. بس بتعرف الجرع الرفيع صوته أحلى من الجرع التخين. وانه في يوم التخين والرفيع عنه اللي بدا ابو نضاره ده مش تخين ده. ده صوته اوحش من الثاني. يبقى الرفيع اللي بدا. الرفيع اللي بدا احنا ندهله. عندك انت اصلا كنت بتنام وهم بيغنوا. احنا كل يوم اصلا عندنا افراح كتيره. انت اخ مغنواتي؟ ايوه. تعال جاي. بس تعال يا عمك ياسين عايز يتحدد معاك. احسنت يا ولد خالو. الله يخليك.
الله احسنتوا، انتوا فرقه زين. الله يخليك. فرقه ابو نضاره؟ ايوه فرقه ابو نضاره. ايوه يعني كنت اعرف فرقه ابو دراع. لا دول بعديهم، بعد ابو دراع طلع ابو نضاره. ايوه في ابو مناخير كمان. دي فرقه جديده ابو ايوه مناخير. فرقه جديده. ايوه ايوه ايوه, أيوة. اللي بيحط المزمار في منخاره. ايوه ايوه اتمقلت اتمقلت. سمعت عنهم دول. اتمقلت. بقول لك ايه؟ ايه؟ لو الواحد حاب يتعاقد معاكوا عشان ليله ولا فرح يجيبكم منين؟ يتعاقد؟ فرقه المسيح احنا اياك. مين؟ احنا غلابه على باب الله. طب يعني ممكن تيجوا تغنوا فرح؟ يا عم خلاص يا عم مش هنغني، هنعتزل الفن خلاص. يا واد هاود امال هاود. انت كل شويه هاود هاود. اعتزلوا من اول ليله، انتوا لحقتوا. ما هي دي البدايه المؤخره. هي دي هي دي. سبحان الله. هتعتزلوا ليه؟ داني تحت امرك من جنيه ل 10000. صدق انت خنقتني وبترغي كتير. انت بترغي كتير هاود. ما تقعد في حالك واشرب الشاي. هاود يا ولد هاود هاود اخرس انت وهاود. اهدي هاود هاود. بقول لك يا اخينا. قول. هو ما فيش حد غريب على بلدتي موجود دلوقتي؟ ما فيش غير المعلم ياسين الجناوي تاجر الجمال. طب وده جاي يعمل ايه؟ جاي يشتري جمال من المعلم ربيع ويحضر الفرح ويسافر بعد كده. هو موجود جوه؟ موجود. يعني هيروح فين يعني؟ وفي حاجه ولا يا اخينا؟ لا دي مصلحه كده كنت هقضيها معاه. تقدر تدلني عليها؟ نقدر وما نقدروش ليه يعني؟ حرام. وانت زي اخوك؟ الحمد لله. تعرفه؟ لا. ده مش هنا؟ مش هنا. ثم راح فين؟ الله اعلم، بس اكيد المعلم ربيع يعرف. وفين المعلم ربيع دراغه؟ قاعد هناك جنب صاحبه. طب خليك هنا ما تحركش. بقول لك يا معلم ربيع. خير. هو المعلم ياسين الجناوي راح فين؟ المعلم ياسين الجناوي مشى بعد ما خلص حديد معانا بالجمل. هو ده اللي كنت عامل حسابه. هو ده مختار سماحه. مختار سماحه؟ يعني اللي كان قاعد جنبي هنا ده مختار سماحه؟ طب والعمل؟ العمل مش عارف. ما تعرفش راح فين؟ لا ما قالش. يا ريتني كنت اتعاقدت معاه. ما قلت لك هاود. خلاص معلش بقول لكم يفهموني ايه الحكايه. احنا مباحث. ايه اللي يثبت؟ تعال انا اثبت لك. اخلص يا وش النصايب، الجمل بينازع. عالي مش عارف تركبه؟ عالي قوي عالي قوي. مش ده سفينه الصحراء؟ ليه ما كانش فيه فلوكه الصحراء، عجله الصحراء، اي حاجه؟ مش قادر اوزن نفسي عليه. انت من امتى بتعرف تتنيل تعمل حاجه؟ اله ربنا ياخدك ويريحني منك يا رب. بتقول حاجه؟ لا بدعي لك يا فتاح اخويا. خلصونا عادي امال الليله فرح البت. طب بقول لك يا تامر، اطلع انت بالجمل وانا هبحصلك. تحصلني ازاي؟ اي حاجه ماشي، زحف نط، المهم ان انا هحصلك وخلاص. اطلع بتايتانيك. بقول لك يا سعاده الباشا، انا بعرف اركب جمال، ممكن اشتغل معاكم في المباحث. طب اتفضل واحد اهبل اهو اتصرف معاه. اطلع يا باشا اطلع بالجمل. اطلع قول. مع السلامه يا تامر. سلام اخويا. بالراحه عاد. بقول لك ايه؟ ممكن تاخدني على كتافك ونجري نحصل تامر؟ بس اشتغل معاكم في المباحث؟ اوعدك لو وصلنا قبل منه اشغلك معايا في المباحث. اعتبرني نجحت يا ولده. اتفضل يا معلم ياسين، عقد الفيلا ها ومكتوب فيه اسم اخوك مختار السماحه زي ما انت طلبت. متشكر يا معلم عاشور، ربنا يكرمك. وانت عارف زي ما قلت لك قبل كده، انا اصلي عندي عمارات واطيال وحاجات كتير باسمي، ومحدش سايب حد في حاله، والعين فلقت الحجر. يا سيدي سلمها لله وربنا يبارك لك فيها. على فكره يا معلم ياسين، انا عامل وياك اخر واجب، ويمين بالله انا ما كنت ناوي ابيع الفيلا ديت. دي بتاعت الباشمهندس ولدي اللي مسافر بره، بعته قال لي بيعها. البواب ومرته مخلينها مرايه. على العموم واجبك ده على راسي من فوق يا معلم عاشور. انا كمان ريحتك في بيعه الجمال، ايه؟ وان شاء الله ربنا هيكسبك في البيعه دي 1,000,000 جنيه. يا سيدي طول ما انت طبال وانا زمار هنتقابل وهالسوق مليانه جمال. لا انا بعد كده مش هشتغل في الجمال، هشتغل في الحاجات الخفافه السريعه. طبعا يا سيدي، ما انت عندك فيلا اخر جمال، هتشتغل في الجمال ليه؟ والله فكرتني بالفيلا، استاذن انا ابص بصه على الفيلا. ليه؟ هي الفيلا هتطير. ما حدش ضامن اليومين دول، هوا وزعابيب. ما حدش ضامن. ابقى خلينا نشوفك يا سندية. ان شاء الله يا معلم عاشور. ولا هتنسى الجمال وسوق الجمال؟ هو اللي يشوفكم ينسى الجمال ابدا بالاذن.
لما الراجل هرب منكم وما عرفتوش تقبضوا عليه كنتوا فين لغايه دلوقتي؟ اصل يا فندم الحكايه انا فندم بلبيب انا عارف كنتوا فين. كنا فين سعد؟ كنتوا بتتفسحوا كل واحد فيكم واخد لي جمال وشرف في الصحراء كل واحد فيكم عامل لي عنطر ما هي رحله معلش انا اللي غلطان كان لازم من الاول اختار اتنين ضباط الماموريه دي يا سياده العميد احنا كنا عايزين نشرح لسعادتك تشرحوا ايه المساله واضحه زي الشمس مش محتاجه شرح يا خساره ثقتي فيكم انا الوحيد اللي كنت متحمس لكم في الاداره كلها يا فندم انت بالذات ما تتكلمش مختار سماحه كان صيت سهل قدامك وكانت مهمه ناجحه هتضاف لسجلكم انتوا الاثنين لكن للاسف خيبتوا املي وثقتي فيكم طب يا فندم احنا كنا طالبين فرصه اخيره لا اولى ولا اخيره الفرصه انا هديها لكم بطريقتي انا بالطريقه الميري امين تامر نجم الدين محمود افندم امين فتيحه فتح الله فتح الباب افندم راحه 48 ساعه وتسلموا نفسكم لاعمالكم من ساعه وتاريخكم تمام افندم انصراف تمام افندم يا اهلا ببوز ابو كلومبا ابطال المباحث جايين اباكو عمر عيش ليه معقوله طالعين من مكتب العميد زكريا من غير ناشين وجوائز يلا على الاقل اشربهم 2 كيلو سكر وباكو شاي يلا مبروك عليكم مباحث التمويل بس اي خدمات انت البواب بتاع الفيلا دي ايوه اي خدمه اولا لما تكلمني تقوم تقف حاضر وقفنا وبعدين لما تتكلم اتكلم عن نفسك ما تجمعش قول وقفت ليه خير ان شاء الله ثالثا اليافطه اللي على باب الفيلا دي تشال وتترمي في الشارع ويتحط بدلها يافطه باسمي انا باسم حضرتك ليه بقى لان انا بقيت صاحب الفيلا دي وانت احتمال تبقى بواب عندي هو حضرتك مختار بيه سماحه ايوه انا مختار بيه سماحه اشرقت الانوار يا باشا تكسر النضاره يا سعديه نادي فوزيه وحمديه وتعالى ايه ايه تحتلم عليها الشارع بقول لك ايه انا لو شغلتك هشغلك انت لوحدك كل دول يمشوا فاهم حاضر يا باشا اجيب الشنطه بسرعه اتفضل يا باشا ما جاتش يعني حمديه وفوزيه و ها كده بقى المعلومات بقت واضحه وتقدر تشتغل على طول تحت امر سيادتك ها في اي استفسارات اي اسئله ايه بتبص لبعض ليه افتكرت عشان الرائد علاء المفروض يطلع باجازه مش كده لا يا فندم الشغل طبعا اهم ان شاء الله هطلع بالاجازه بعد ما اخلص الماموريه لا 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 لو تحب يعني ان انا اطلع ضابط تاني غيرك وتسيب انت الماموريه ديت وتطلع الاجازه مفيش مانع لا لا يا فندم ازاي ثقه سعادتك اهم حاجه في الدنيا انت كنت واخد كام يوم كانوا 7 ايام يا فندم خلاص هنخليهم 14 المهم العمليه تتم بنجاح ان شاء الله هتنجح يا فندم متشكر جدا يلا ربنا معاكم بس اهم حاجه وبكررها للمره المليون لازم الراجل ده يكون متلبس ومعاه الفلوس ياه كل الفيلا دي بنص مليون بس يا بلاش يا بلاش يا خوفي لكون مزوره هي كمان لا مزوره ده ايه حد يقدر يزور معايا انا ده انا يوم ما حطيت التزوير في دماغي خلصت الحكايه في يوم وليله هيدي اول خطوه للعالم اللي بتحلم بيه مختار فيلا شيك وجميله تعمل فيها الحفلات وتعقد فيها الصفقات زي ما بتشوف في افلام السيما بالظبط الكل يبص لك ويتمنى رضاك ونظره منك
يا هتبقى مختار بسماحة. يا سلام شوية ورق ملونين يخلوك بيه خلوك باشا. فينك انتصار عشان تشوفي ان مسكة الفلوس في الايد اسهل من لبس الخاتم في الصباح وتموت بحسرتك. ودي تيجي ازاي دي يا تمورة؟ خلص بايدك هتيجي طبعا، بس فكر شوية، شغل دماغك وبطل اسئلة حرام عليك. انت ما بتفكرش خالص؟ لا بفكر طبعا. طبعا بتفكر، بس بتفكر ايه؟ بتفكر تاكل؟ بتفكر تشرب؟ لا انا بفكر في فكيرة تعني على التفكير. دلوقتي العميد زكريا ادانا اجازة وحيقوم بالمأمورية دي اتنين ضباط عشان يقوموا بيها. تقدر تقولي بقى احنا واجعين دماغنا ليه؟ يا بني ادم يا بني ادم حرام عليك بذمتك، ما انتش مكسوك من نفسك. انا كنت فاكرك هتيجي تقولي يا تامر احنا هنكمل المأمورية في الاجازة برضو علشان نثبت للعميد زكريا وللادارة كلها ان احنا ما فشلناش. ايه ده؟ ايه ده؟ ده انت عكاري 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 جامد كمان دماغك دي. ايوه اهي مش خسارة فيك البوسة. ماشي يا صاحبي انا معاك انا معاك وتوز في الاجازات، بس انا عايزك تفكر معايا لانك ما بتفكرش خالص وعدم تركيزك ده قلقني. تقدر تقول لي هننفذ المأمورية دي ازاي؟ ما دي رجع لي الاسئلة تاني. فتيحة اصحى معايا بعد كده مفيش اسئلة. ماشي. انا هخلص لك الحكاية خالص. انا عليا التفكير وانت عليك التنفيذ. أكلمك قبل ما أموت في موضوع خطير قوي. ابعدي عن قلبي. كوين تورز قالوا؟ أيوة يا فندم، الجروب هيكون عند حضرتك بكرة الصبح في أسوان، 22 غرفة دبل يا فندم. سمر مع حضرتك، مع السلامة. هيا سمر. أيوة فندم. عايزك تخلصي اللي في إيدك وتجيلي على جوه. لحظة بس يا معتز بيه، بعمل تكتنج من جروب المسافر. اوعى تتأخر علي. لا حاضر فندم. اسمعي كلام يا فتحية، اسمعي كلام ابوك يا بنتي قبل ما يموت خالص. يا بألف بعد الشر عليك، بس اللي انت بتقوله ده صعب، ازاي اتجوز حتى غير فتيحة؟ يا فتحية فتيحة مش هينفعك خالص. فتيحة بنتي عايش في مصر، شغله في مصر ومأمورياته في مصر وماتشاته في مصر. لما هيتجوزك يا فتحية هيرميكي هنا في البلد وهو يعيش في مصر وانت تعيشي لوحدك، لا سند ولا ونيس. يا فتحية بنتي اسمعي كلامي. لا يابا، فتحة بيحبني ومش ممكن يعمل كده. يا فتحية بنتي نريمان قولي لها، يا بنتي قولي لها، ساعتها مش هتلاقي حد يقف جنبك. احسن حاجه ليك يا فتحيه انك تتجوزي فلاح، فلاح يصون ارضك ويحميها، ارضك اللي هتورثيها مني. وارض فتحيه يابا؟ فتحيه ملوش ارض عندي. يلا يا ست الستات عشان اوصلك. معتز بيه اتفضل حضرتك روح وانا هروح زي كل مره. سمر الشركه شركتي والشغل شغل، انا عايزك تبطلي شغل وتنزلي معايا. هقول لك على حاجه جميله قوي، تعالي انا وانت نقعد في مكان ونتغدى غدوه كويسه وبعدين اوصلك للبيت. معتز بيه حضرتك انا ما بتغداش بره البيت وهروح لوحدي. انت ليه عنيده كده يا سمر؟ طيب استاذنك بس عشان انت حضرتك بتعطلني على الشغل. ممكن جدع ابن حلال، ابن حلال مصفي راجل فلاح، ابن فلاح هيرعاكي ويصونك ويرعي ارضه ويرحي أرضك. وده مين اللي ملا عقلك بالشكل ده يابا؟ يوسف، يوسف ابن الحاج سلامة، عارفه عندهم أرض مساحتها مساحة نص 100 شبانة كلها، أرض ترمح فيها الخيل،
لو جريت فيها ما تلحقيش آخرها. طب لو أنا وافقتك يابا ترجع لفتح أرضه؟ أنا موافق، بس لو ضوعتيني وخلصتنا منه، لو خلصتنا منه أنا مستعد أديله تمن التلات فدادين اللي واجه دماغنا بيهم. وإذا كنت عايز أروح أجيب لك الفلوس تتنها معاكي من دلوقتي، أنا ما عنديش مانع. طب سيبني أفكر يابا. خيب عقلك يا فتيحة، يسلم إيدك. لا إيه؟ اسمها تسلم يدك يا سيدي ويسلم فمك. ايوه وتسلم الست امك. حرامية نصوص يا بابا، حرامية. انا لازم اعملها بالبوليس يا بابا. ما تعمل ابنك يا بابا، تعمل تعمل ابنك. عمي اثبت لي انك تعمل. عمي 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 اسمح لي لو سمحت، لو سمحت اتكلم بس. ده هنقول مش تامر، مش تامر. انا فتيح، انا فتيح حبيبك. انا بقول لك يا بابا نكتب. يا بابا يا بابا بلاش فطيح يا بابا. سيب سيب يبقى. تحب انا بقلك؟ لو عايز انا بقلك انا بقلك. ده معناه ان احنا كده في كده في التناقض يا راجل. اتنين يا بابا، احنا عندنا مهمه مباحث يا بابا كده. الوقت مش مصالحنا. اثبت لي انك تامر. بس تاهي تقول انا اثبت لك انه تامر اهو. شنب ولا مش شنب اهو. كمان برضه ما انتش تامر. انا ما انتش تامر ازاي بس يا بابا؟ اهو كده مش تامر يا بابا. طب اهو اهو يا بابا تامر ولا مش تامر؟ يعني ايه يا ماما؟ يعني ايه جايب لي عريس؟ ده انا مكتوب كتابي، يعني متجوزه. بصراحه انا غلبت مع ابوك يا صبر، راسه الف سيف انه جوازك ظابط شرط. ظابط ايه وعسكري ايه يا ماما؟ وقال لي انه هيقابل تامر ويتكلم معاه ويحاول يقنعه بالهداوه انه يسيبك. مش ممكن يا ماما، مش ممكن. انا بحب تامر يا ماما، بحبه. عارفه حبيبتي، بس اعمل ايه؟ انا احترت يا صبر، كل ما اتكلم معاه وادافع عن تامر يقول لي ده خدعني. ماما يا حبيبتي، مش بابا كل اللي يهمه ان انا اكون مبسوطه وسعيده في حياتي؟ طبعا يا بنتي. يبقى لازم اقعد اتكلم معاه يا ماما، بس هو بس يفضلني نفسه، يديني جزء من حياته يا ماما، ده حقي عليه. ها ايه رايك بقى في دماغ اخوك؟ خطه زي الفله، تموره ما خلطتش الميه. شفت انا دخلت على معالي يوسف صاحب القهوه ازاي؟ اصل احنا هنا شكلنا معلمين وتجار جمال. اقصد شكل انا يعني. انت شكلك كده تاجر جمال، انت اخرك يا ابني شكلك جمل. بعدين انت بتحب تنسب اي نجاح لنفسك دايما. بحب انسب اي نجاح لنفسي؟ ما هو اي نجاح احنا فيه ببقى انا السبب فيه. بس كل ما بتفتكر ساعه ما الراجل خرع على مكان الرن على طول اموت من الضحك. ربك لما بيحب يكشف الحقيقه كل حاجه بتبان. لا وقال لنا كل حاجه بالتفصيل، ازاي مختار سماحه هاي تمن الفيلا بتمن الجمال. فعلا فكره هايله، وهي دي بقى الطريقه الوحيده اللي تقدر توصلنا للراجل ده. واكيد هنلاقيه، او على الاقل هنلاقي حد يدلنا عليه. طب كويس، ما دام انت متحمس قوي كده يبقى يلا ننفذ على طول دلوقتي على طول كده. ايوه، عندك مشاكل في حاجه؟ هندخل بيا ازاي؟ يوه، سؤال ده ولا جواب؟ ازاي يا ايمن؟ ما بتفكرش خالص؟ هندخل البيا ازاي؟ سؤال طبعا اهو، علامه استفهام. الاجابه هندخل على هيئه خدامين. خدامين؟ نعم يا حبيبي، انا اخدم بعد العمر ده كله في فيلج. لا يا عم توكل على الله اجري. معلش تعال على نفسك شويه يا ابن الاكابر، كل هون على شخاطر عيون المباحث. على رايك كل هون عشان خاطر عيون المباحث. طب هنخدم ازاي بقى؟ سفراجي، طباخ. طباخ طباخ ماشي، انا طباخ ماشي. انت سفراجي ازاي؟ هي كام يا عم انت؟ كوبايه شاي على السفره، طبق سلطه، شوك على اليمين، معلقه على الشمال، وخلصنا. خلصنا؟ سلق بيض الحكايه ولا فكاكه؟ يا ابني دي فندقه ومحتاجه ناس تدرس يعني ايه سفراجي. خلاص استناني بقى، اروح فندق خمس نجوم اقعد ثلاث سنين واجيب لك شهادات خبره. اه عشان يكون مختار سماحه مات والعميد زكريا طلع على المعاش وانت بنسرح بتربس على الكورنيش. ركز معايا بقى، انا هعلمك ازاي تكون سفراجي ناجح كمان. امسك ده. هات. ايه دي؟ صينية شاي. ماشي، ادي صينية الشاي. بص ايدي ازاي مزجت صينية الشاي اهو. قوم بقى بعد اذنك وقف لي هنا كده عشان تشوفني هعمل ايه. ما تتخنقش مني، ده بعلمك. بيان على المعلم. كوباية الشاي قدامك، جسمك مفروض، الله اكبر. رايح على الهدف على طول، الهدف اللي هو مختار سماحة اللي هتقدم له الشاي. اخلص. رايح على الهدف، ماشي؟ وممكن تبقى عايز حنجل كمان. عارف حنجل يعني ايه؟ يعني تمسك ترقص بالصينيه كده. أيوة. عشان يثق فيك الزبون. ايوه حنجل اهو، بات حنجل اهو. هوب ثبتت نفسي،
ماشي على طول رايح للهدف. هلا اللي هنا عابر سبيل. ايوه 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 غرب ومش من هنا وقصدينك ان العيش عندك شويه ميه بل رقنا بلدينا ميه بس وفي اكل كمان وشاي. اتفضل يا اخويا اتفضل يا اخويا تعالوا اتفضلوا اتفضلوا ما يصحش كده اتفضلوا اتفضلوا. مؤاخذة بلدينا، أصل صاحبي بيجيش غير بال هو اسم الكريم إيه؟ محسوبكوا عيد. أنا بقى أخوك سالم محمد سالم خريج كلية سياحة وفنادق. وأنا برضه أخوك غانم محمد غانم برضه خريج كلية سياحة وفنادق. هي الكلية دي بتعطش؟ أنا قسم غسيل أطباق وحلل وسرفسة. وأنا قسم أكل وطبيخ ورز إن شاء الله. نشرب. لا أنا هشرب من جوه من المطبخ من الفيلا من التلاجة. بقول لك اشرب. كنا بنشتغل في فندق كبير بس زهقنا بقى قلنا نشتغل عند ناس طيبين ولاد حلال زي حالاتك كده. حط نفسك مكاني يا عم عيي. انا كاتب كتابي على فتحيه بنت عمي ومش عارف اجيب لها حق دبلتين حتى. وانا عندي مشاكل في حياتي ومع اهلي وعندي شعور بعدم الاستقرار يا عم عيي. لو هتقدر تخدمنا وتشغلنا في الفيلا دي يبقى كتر الف خيره. قطعتوا قلبي وصعبتوا عليا. فوتوا عليا بكره. طب وليه بكره بس يا عم عيي؟ اصل الوقت دلوقتي مش ولا بد ومختار بيه مش هيقابل حد. يعني دلوقتي يا عم عيد عدم المؤاخذة يعني انا عايز اعرف هتدخلنا الفيلا دي ولا مش هتدخلها لنا؟ قصدي يعني هنشتغل ان شاء الله ولا مش هنشتغل؟ هكلم لكم مختار بيه. انت زفت يا عيد. انت اسمك عيد. ايوه يا باشا. ايوه يا باشا. ايه يا سعيد؟ ايوه يا باشا. انت ايه حكايتك بالظبط؟ طبعا ما انت مش فاضيلي. فاضي الحمدية وفوزية وسعدية مش كده برضو ولا ايه؟ ايه يا راجل انت حكايتك؟ هو انت قاعد على ودانك؟ ما تسلك ودانك وانا كل ما عاوزك هفضل ادعي عليك ساعة لغاية ما صوتي يروح يا عيد. ما تزعقش يا باشا. الله ناديني في التتوك يا باشا. ايه التتوك ده؟ البتاعة انا مش هعرف اكلمك في التتوك. افرض انا عاوزك في حاجة سر. أيوة لازم الناس كلها تسمعني عشان اكلمك في التتوك. يبقى رن لي جرس يا سعدية او كلمني على السماعه الداخليه اللي عندي في الاوضه ساعه البي. لا ايه لا عيد معلش. ايه يا ساعه البي في لا حل في كده مش هننفع مع بعض يا عيد. ده انت بتتلكك لي. معلش معلش رايت تلم هدومك وتتكل على الله. انت مش فاضيلي. انا محتاج حد يخدمني عشان انا ارتاح يا عيد. حاضر ساعه الباشا نجيب لك ناس تخدمك. ساعه الباشا في ناس غلابه كتير قوي عايزين يشتغلوا. ايه ناس كتير وغلابه ليه يا سعيد؟ يا باشا هفتح حتكية هعمل سبيل. لا يا حبيبي لا 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 ده انت داخل فيا على طمع. لا فوق لنفسك مسألة كلها نفرين ثلاثة. ايوه مش هشغل البلد كلها يا باشا. فهمني وانا نفذ. انا فهمت دلوقتي. انا هجيب لك طباخ وسفرجي وهجيب لك سواق وهجيب لك جنايني كتير كتير كتير. ليه ده كله؟ ليه هقلبها فندق خمس نجوم؟ لا يا حبيبي الحكايه كلها انا فعلا عاوز طباخ سفرجي سوا بس بس بكره بس. الصبح يكون عند سعادتك يا سعاده الباشا. واصحى نفسك يا عيد. ايوه باشا. ما تلمش قرايبك ما هياش سبع. لا 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 ده في امتحان. وامتحان ايه؟ ما يخرش الميه. امتحان صعب صعب. ما تحرجنيش. ها دول هيشتغلوا عند مختار بيه سماحه. مين مختار بيه سماحه ده يا باشا؟ ليه كده يا عيد؟ اللي هم هيشتغل عنده. ليه ليه ليه؟ شفت؟ انا قلت لك مش هننفع مع بعض. ايه يا باشا؟ انا غلطت في اسمك مره. لا مش معنى انا حافظ اسمك عيد على طول. انا قلت لك اسمك ايه؟ مختار بيه سماحه انا. ايوه انا اسف يا باشا. اسف زلت لساني يا سعاده الباشا. حقك علي انا متاسف يا باشا. مش هننفع مع بعض. لا بكره الصبح يكون عندك يا سعاده الباشا واي طلبات تانيه انا تحت امرك. مش هننفع. عايز كمان بوجي جارد. عايز ايه يا باشا؟ بوجي جارد ده اهم من كل اللي فاتوا دول. محتاج بوجي جارد. بوجي جارد تلاجه دي يا باشا؟ لا مش تلاجه. اه انت هتتعبني معاك قوي يا عيد. انا عارف انها صعبه عليك. البوجي جارد ده يا عيد حارس خصوصي. ما تقول غفير يا باشا.
خلصنا غفير. اطلع بره يا عيد. حاضر. اطلع بره. اطلع بره. غفير بوجي جارد محتاج بوجي جارد يمشي ورايا في الرايحه وفي الجايه. صح يا مختار. فتحيه اصحى. خد يا ستي ادي ال 10,000 جنيه تمن الارض اللي ما يتسماش عشان تنبسطي. 10,000 جنيه بس يابا؟ دي الارض في احسن مكان في البلد، وبعدين الارض عافيه وبتدي. ايه ما هو ده تمن الارض اللي انا اشتريته بيها من مرحوم اخوي. يابا الكلام ده كان زمان، دلوقتي الارض الفدان فيها يساوي اكتر من 10,000 جنيه. خلاص يا اختي براحتك. يابا استنى، هذه الفلوس هو احسن من ما فيش. عايز اول ما المحروس يجي تديله الفلوس ويقدر ما دخلك شر، وساعتها بقى اكتب كتابك على الواد يوسف وهعمل لك كتب كتاب تتحكى به 100 شبانه 20 سنه قدام. اما اروح ابلغ البشاره لسلام ابو يوسف. يا ما استنى مش لما يجي يفتحها ونخلص معاه الموضوع الاول. وانا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مش بايدي. الاثنين اللي جوه يطلعوا وبعدين خش انت. ايوه بس عدم المؤاخذه يا عم عيد، يعني هما اللي جوه دول داخلين يشتغلوا ايه؟ زي حالاتكم بالظبط، واحد سفراجي والتاني طباخ. طباخ ايه وسفراجي ايه؟ ودول جايين من اني فندق دول؟ احنا عندنا خبره 5 سنين. يلا يا ابني. انا عارف. اوعى يا جماعه، يا جماعه دول شباب زي حالاتكم بالظبط، جايين ياكلوا لقمه عيشهم بالحلال. وانت هتخسر ايه بس يا عم عيد؟ دخلنا يلا يلا. وبالمره يا عم عيد علشان ما نضيع سوقه البيت. انتوا صعبتوا عليا، خشوا بس بالهداوه. ماشي الهداوة. شفت الهداوة حلوة ازاي؟ افتكر مش عارف اذا كان اللي بتقولوه ده مظبوط ولا مش مظبوط. عموما الطعم حيبين كل حاجة. ها؟ طبعا. طيب لو حبينا نعمل اصحى للسؤال، مكرونة بالبشاميل بسرعة. تبقى محتاجة مكرونة. امال يعني محتاجه فول مدمس مكرونه؟ ما انا قايل لك مكرونه. لا هجيب فول مدمس. لا هجيب مكرونه. المكونات هيبقى في زيت وسمن. حضرتك انت لازم احنا نعمل المكرونه بالبشاميل عشان تدوق بنفسك. طب خلاص خلاص، اتفضلوا ادخلوا المطبخ. وبعد ساعه زمن واحده عاوز اشوف قدامي سفره ما حصلتش. طب حضرتك. حاضر اتفضل. صباح الخير. ايه ده انتوا مين؟ طباخ وسفراجه يا فندم، جايين نمتحن. وجايين متاخرين ليه؟ معلش حضرتك يا فندم، حضرتك الفيلا بعيد قوي وبعدين المواصلات والحاجات دي. انما احنا يا باشا صاحيين من نجمه، من نجمه. اعذار من دلوقتي اعذار. ده احسن ميزه في الطباخ ميعاده. الاكل يخلص 3 يبقى 3 ودقيقه ما ينفعش. مش مهم، عموما الحقوا زمايلكم في لجنه الامتحان، خشوا بسرعه على المطبخ بعد ساعه زمن واحده هلم الورق، قصدي هلم الحلل. قصدي يلا السؤال يا فندم. السؤال ايه؟ السؤال مكرونه بالبشاميل. بالبشاميل بالبشاميل. هوبا. لدقني في ايه؟ خلاص خلاص خلاص. دي شوكه. ما
طيب انا هدخل الحمام اقعد مع نفسي شويه واجي اعلن النتيجه. ايه ده ما بتزهقيش من الشغل؟ امال انا جاي اعمل ايه هنا؟ لا انا اقصد يعني ريح نفسك شويه، اشربي حاجه، وقف في البلكونه شم هوا كده يعني. والله انا اتعودت ان وقت الشغل للشغل وبس. ماشي يا سمر. ايه بقى موضوع الاجازه اللي انت عاوزاها دي؟ ده بعد اذنك طبعا، اصلي زهقانه مخنوقه محتاجه اغير جو. انا ما عنديش اي مانع، بس هتروحي فين بقى؟ الغردقه ولا شرم ولا جنوب سيناء؟ ميت شبان. ودلوقتي النتيجه لكل مجتهد نصيب. بناء على ما قدم من صينيتي المكرونه بالبشاميل الخاصه بالطالبين الممتحنين محمود كمال محمد افندم غانم محمد غانم افندم. انت كنت طباخ في الجيش مش مستريح لك. وبعد اطلاعنا على اجاباتهم اتضح لنا الاتي: اولا زياده كميه الملح والبهارات الغير محببه لنا، وعدم كثافه البشاميل في صينيه الطالب محمود كمال محمد. اما صينيه الطالب غانم محمد غانم فلقد زادت فيها كميه الزيت وهو محبب لنا ويتناسب معنا، واتسمت الصينيه بلذاذه الطعم والنكهه. وبناء عليه قررنا تعيين الطالب غانم محمد غانم. اما بخصوص السرفسه والتقديم فكانت مميزه بالنسبه للطالب سالم محمد سالم، وبناء عليه قررنا تعيينه ايضا. اما بالنسبه للطلبه اللي ما سمعوش اسمائهم الراسبين يتفضلوا يمشوا من غير مطروق. وحياة قلبي وافراحه وانا وزم وصباحه والناجح يرفع ايده. دخلوا الفيلا يا ولاد الايه. عموما دي حاجه ما تزعلكمش، اهم رجالتنا برضو كويس ان هم زرعوا جوه الفيلا. يا فندم تامر وفتيحه اساسا في اجازه، هما كده بيضيعوا وقتنا على الفاضي، كان المفروض ان احنا دلوقتي نبقى في الفيلا. انا عارف ان انتوا تعبتوا لغايه لما وصلتوا للفيلا وتدخلوها، بس هنعمل ايه؟ اللي سبق كان النبأ. بعد اذنك يا فندم، انا شايف ان سيادتك تستدعيهم ويخرجوا من الفيلا، وبعدين هيبقى شيء طبيعي جدا ان احنا نكون مكانهم، لان احنا كلنا كنا موجودين لما مختار سماحه عمل لنا الامتحان ده. بالعكس يا ايمن، احنا لازم نقف جنبهم لغايه ما يخلصوا المهمه بتاعتهم بنجاح. العيال دول اصلها عندها اصرار غريب على النجاح، وده اللي محببني فيهم، مع اني اخر مره مديهم حته دش يحبط بلد بحالها. انا معاك طبعا يا فندم، بس احنا يعني هنساعدهم ازاي وهم جوه الفيلا؟ ايوه هو ده المهم. شوف علاء، اول حاجه المطبخ والحمامات واوضه نوم، وانا عليا الجراج والجنينه، مش هسيب حته في الجنينه الا لما ادور فيها. حمامات يا تاني؟ معقولة مختار سماح هيكون مخبي الشنطة في الحمام؟ ومش معقول ليه؟ مش معقول يا بني آدم، أنت تدوره بس. طب افرض شافنا واحنا بندور. هنشوفك ليه يا بني آدم؟ هنشوفك ليه؟ أنت مش مباحث؟ أنا مش فاهم أنت دخلت المباحث ليه وإزاي؟ ألو ألو، إيه بره الخدمة وجوه الخدمة دي؟ إزاي يكون ربما الجهاز مغلق وهو مفتوح أهو؟ مفتوح؟ حاجة غريبة. هنا توقفين هنا بتعملوا ايه؟ ابدا آه ابدا يا باشا، احنا كنا بنتفق هنغدي سعادتك ايه النهارده؟ وجايين تتفقوا من المطبخ هنا؟ انا ملاحظ انكم دايما تقفوا جنب بعض تودودوا وحاجات غريبه كده، مش كده؟ ها؟ احنا اصحاب اصلا. حد فيكم يفهم في بتاع النيل الموبايل ده؟ انا يا باشا انا ممكن انا شفت انت عندي. تسكت خالص، انت دوب تفهم في البشاميل بالعافيه كمان، اجري على المطبخ. انت تفهم؟ احيانا يا فندم. فهمني احسن، انا من ساعه ما اشتريته مش عارف اشغله خالص يا فندم. البطاريه فاضيه اصلا. طب والتي الشحن يعني الاول؟ حضرتك الشحن بتاعك؟ اي معايا الشحن، معايا كل حاجه. هي الشاشه ممكن انت واقف ليه؟ انا مش قلت لك روح على المطبخ؟ اتفضل روح روح على المطبخ وانا هبلغك تطبخ لنا ايه. يلا امشي. ده بيمشي ايه ده؟
يا عاوز سنة عشان يتحرك ده. او هنا بقى يا ستي كل ما قفلها سنة وفتيح واني ببقى معاهم على طول. الله منظر جميل قوي يا فتحي، بلدنا كلها جميلة يا سمر. فعلا قد ايه اتمنيت ان انا اعيش في الريف. الريف ده كان زمان، دلوقتي بلدنا بقى فيها كل حاجة، فيها التلفزيون والدش والبتاع الجديد ده اللي اسمه ايه كمبرورر كمبيوتر يا فتحي. بس انا اقصد جمال الطبيعة وحلاوة الجو وديمة الفلاحين. خلاص يا ستي لما تبقي تتجوزي انت والاستاذ تامر ابو تعالوا هنا زورونا وقعدوا زي ما انتوا عايزين. ربنا يرجعهم بالسلامة. الله حمار يا فتحي. وبعدين معاك يا انور بيه، ما بلاش يا عمنا تحكيمة الدماغ بتاعتك دي. لا هم 400,000 اللي معايا، ينفع ولا ما ينفعش؟ يا سيدي انا عارف عارف يا عم انور بيه، قلت لك قبل كده انا مش واخدهم ليا، انا بصراحه ربنا واخدهم اكل فيهم لقمه عيش. لا يا انور بيه 400,000 للتلات عربيات وربنا يسهل بقى اقدر اكسب فيهم 50 باك ولا حاجه. يا ساتر الله اكبر الله اكبر يا عم انور، انت هتنقلنا فيها ما تخلي نيتك خالص عشان البيعه تمشي. ماشي ماشي وهو كذلك يا انور بيه. خلاص وانا فلوسي جاهزه، سلمني العقود والعربيات هسلمك الفلوس على طول. ماشي يا انور بيه مع السلامه. ادوس على النوم صح؟ مظبوط يا فندم. لا ده يس حضرتك. يبقى نو قصادهم، هما بيبقوا ساكنين قصاد بعض. نو بتسكن قدام ايس على طول. صح مظبوط. انا عارف بس بشوفك انت عارف ولا لا عشان لو خليتك تستعمله ولا حاجه. ها بلغ الطباخ ان انا عاوز على الغدا النهارده حمام محشي عصافير. فندم انت سامعك بعافيه شويه؟ لا اصل طبخ جديد يا فندم. لا 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 حمام محشي عصافير هو هيبقى عارف. وملوخية بالأرانب ورز بالمكسرات. تقصد حضرتك رز معمر؟ ده انت بينك مش هتعمر معايا، اللي اقوله هو اللي يتسمع. رز بالمكسرات مش معمر. حاضر فاهم؟ فاهم. وقول للطباخ ساعة بالكتير وكل الأكل جاهز على مطلع من البسيمي. الإيه يا فندم؟ البسيمي البسيمي هو كل حاجة هشرحها لك. حوض السباحة اللي بنبطبط فيه. مظبوط مظبوط. معلش بكرة هتفهم كل حاجة. حاضر حاضر. ايه ده؟ القهوة اللي حضرتك طلبتها يا فندم. أنا طلبت قهوة؟ قبل ما تتكلم على طول. اديها الواد عيد. حاضر. استنى! أيوة فندم. خليها. حاضر. خسارة في الواد عيد. بيقولوا بتهدم وهي باردة، خليها أهضم بيها بعد الأكل. نضارة. الواحد مش ضامن أي حاجة. مظبوط يا فندم. بسيمي متع لك يومين يا مختار يا سماحه قبل ما تروح الزنزانه، ده انت هتشوف سواد هناك. يا سالم يا سالم بقول لك ايه يا سالم، وري الباشمهندس عداد النور عشان انا ايدي مش فاضيه. ازيك يا حامر وازيك فتيحه؟ مش عارف تتصل بينا ولا ايه؟ ايمن بيه مال فين الراجل؟ كان بيبلبط في حمام السباحه. يبلبط وماله؟ خليه يبلبط ان شاء الله دي تكون اخر بلبطه له. امسك يا تامر ده جهاز لاسلكي تخليه معاك عشان نبقى على اتصال ببعض فاهم. هو ده شغل المباحث ولا بلاش؟ والله برافو عليك يا سياده النقيب ايمن، اتعلم بقى. انت بني ادم غريب غريب قوي، انت ما عندكش طموح ابدا، كل الناس برافو عليها برافو عليها، ما نفسكش مرة يا فتيحة حد في الدنيا يقول لك برافو عليك يا فتيحة؟ عملت ايه في الموضوع اللي قلت لك عليه؟ أكون عملت ايه يعني؟ دورت في كل الأماكن اللي أنت قلت لي عليها مفيش فايدة، الأوض كلها مقفولة. أوبا ولا فتيحة؟ ايه؟ الراجل اللي اسمه مختار سماحة ده طلع عقرب بجد؟ احنا لو ما لقيناش الشنطة في المكان ده يبقى أكيد خفيف مكان تاني عمرنا ما هنلاقيه أبدا. طب وبعدين؟ هنعمل ايه يا تامر؟ هنلاقيها هنلاقيها يا فتيحة أخويا. المهم دلوقتي الزفت اللي بره ده عايز حمام محشي بالعصافير وملوخيه ورز، هتعرف تعملهم؟ حمام محشي بالعصافير؟ بالنسبه للعصافير ما عنديش اي مشكله، النبله واصطاد واملاله الحمام عصافير، هي المشكله في الحمام نفسه
وبعدين انا عندي مشكله تانية. انك لازم تقعد تقطف معايا الملوخيه. مش شغلتي يا حبيبي، مش شغلتي. ده موجود علشان يطبخ، ده موجود علشان يسيرفس حاجه ساقعه، حاجه بسيطه. ده موجود عشان يطبخ، انما مش موجود عشان يقطف. العدس الاصفر، العدس الاصفر هيفرق عن الملوخيه، هيقرشه. ايوه ملوخيه، ملوخيه، ايوه اهي الفاصوليا البيضة. بقول لك بوجي جارد. لا يا اخي مش بوجي وطمطم، ده بوجي جارد اللي هو حارس خاص يعني. ايوه. طب لما انت فاهم مغلبني معاك ليه؟ بوجي جارد يعني ايه؟ مواصفاته ايه؟ انا عاوزه قوي، شاب، مقدام، يقدر ينط حواجز، يرمي نفسه في النيل. ايوه عاوز مصد يصد ويرد. موجود؟ طيب طيب، بعد ساعة مفيش مشاكل، نو برومبل. مع السلامة. ادوس نو. ها ايوه هنا بالظبط. انا عارف، بس بشوفك صاحي ولا نايم. قولي طباخ خلص الاكل؟ لسه يا فندم. حضرتك عارف الحمام بياخد غلبة عبال ما يستوي. ايه الغلبة اللي بياخدها الحمام عبال ما يستوي؟ هو لو قشره وحطه على النار هيستوي؟ ده بيشم النار يستوي، ده لو حط عود كبريت تحتيه هيستوي. في ايه يعني؟ طب يلا غور غور، يلا مستني ايه؟ مستني حضرتك تخلص الحاجة الساعة بالهنا والشفا. مش هشربها دلوقتي يا اخي، انا حر اشرب على بوق واحد علشان اشرق اموت اروح فيها. بعد الشر يا فندم. خلاص سيبها قدامي، طول ما هو قدامي انا ما بحسش بالعطش. اتفضل امشي امشي من وشي. طب بعد اذن حضرتك انا كان عندي فكره بخصوص حكايه البودي جارد. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتجس عليا وانا بتكلم في التليفون؟ انت جاسوس يا ولد. العفو يا فندم، انا كنت ماشي جنب سعادتك شايل الصينيه علشان كده سمعتك غصب عني. حتى لو كنت ماشي جنبي ما تسمعش اللي انا بقوله في التليفون، حتى لو الكلام دخل ودنك غصب عنك تدلقه بسرعه تقول ده مش كلامي. انت فاهم يا ولد؟ حاضر يا فندم انا اسف. خلاص يبقى وفر افكارك واقتراحاتك لنفسك، فاهم؟ فاهم. فضل اختفي من قدامي. دي شايلين بعض. وبعدين هي الفيلا ناقص عواميد، هنحطه فين ده؟ ادي عمود وادي عمود وادي عمود، خليه يقف في وسط الجنينه وشايله لمبه في ايده. في ايه؟ ولا اعمل في ايه يا اهبل انت؟ بتعيط ليه يا اهبل؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ حط صوتك، حط صوتك عند الفيديو. في ايه؟ مش خلفة بعد اللي شفته النهارده. ايه؟ نو نو رقبه مكسوره بتاع المصارعه. النونو بتاع المصارعه اللي كسر لي رقبتي؟ مال جه هنا؟ جه هنا يعمل ايه؟ اشتغل بودي جارد. ما تكملش، مش اي حاجه، مش اي حاجه، مش اي حاجه، مش احتفظ بيها. قول النبي فتحها. اتفضل يا باشا اقعد. يا فندم العفو، ما اقدرش اقعد وسعادتك قاعد. شكرا يا فندم، ما اقدرش. اتفضل يا باشا. ما اقدرش يا فندم العفو، سعادتك
يا سلام، ده كرم اخلاق من سعادتك والله. بس انا مستريح كده كده، الوشوش متقابله. سعادتك لو وقفت هتبقى انت فوق وانا تحت، مش هيبقى انما انا كده مستريح. انا بعد اذنك كنت بس عاوز اوري سعادتك الشغل في الفيلا هنا ايه. انا عارف كل حاجه وفاهم كل حاجه يا باشا. طبعا طبعا سعادتك لازم تبقى عارف وفاهم كل حاجه. لو ما كانش سعادتك تبقى عارف وفاهم، مين يعني اللي هيبقى عارف؟ هو سعادتك بس يعني سعادتك تقف تبص على الفيلا. لا تقف ايه، مش محتاجه وقف، انت بس تشب وانت قاعد هتشوف الفيلا من فوق وهتشوف كل الشغل اللي محتاجه الفيلا. بعد اذن سعادتك انا طالع اوضب لك اوضه عشان تنام فيها. انا فوق عندي اوضتين لازقين في بعض، هشيل الحيطه اللي بينهم عشان سعادتك تبقى نايم مستريح، على ما ابني لك دور لوحدك فوق خالص. تحب تشرب حاجه سعادتك؟ مفيش مانع، كوبايه ميه. كوبايه ايدي اللي هتروي سعادتك. ده انا لازم افتح لك وصله من الترعه. ترعه ايه؟ لا اهم انا هبعت للسباك يجيب لك وصله ماسوره ميه حطها في بقك، وننبه على سكان المنطقه ان الميه هتقطع عندنا 24 ساعه. لا يا جعان، ده مع الغدايا. حاضر حاضر. سالم انت زفت يا سالم. اهلا اسفين يا سعاده الباشا، والله اسفين، انا كنتش عارف ان ده معاد سعادتك بتاع يا باشا. الغدا اخباره ايه؟ نص ساعه ويجهز حالنا. لسه نص ساعه؟ الحق تعني بتحمر، اجري بسرعه هات تصميم الباشا. انا اسف يا سعاده الباشا، واوعدك ان انا اللي هشرف على مواعيد اكلك بنفسي بدل ما تاكل حد فينا. يعني ميعاد الغداء انا مسؤول عنه، ميعاد العشاء، ميعاد الفطار، وتصميمه بين الفطار والغداء وبين الغداء والعشاء انا مسؤول يا سعاده الباشا. اجري بسرعه. حالا حالا يا باشا، حالا حالا. حاول تفكر اي حاجه عشان تنسى الاكل ده. اهي الاكل حيخ. انا هستاذن ساعتك اطلع اوضب الاوضه اللي هتنام فيها، انا هنضفها بنفسي، انا هشرف على خدمتك بنفسي في كل حاجه، في الاكل وفي النوم في كل حاجه. عن اذن ساعتك بلغ اللي فوق ان انا بستاذن. عن اذن ساعتك. جهزها له بنفسه. اهي جهزها له بنفسه. يبقى كده الحكايه بانت. اكيد الاوضه اللي هينام فيها النونو هي اللي فيها شنطة الفلوس. وعيدة يا جدع، حتة صغيرة. اسكت. طبعا يا سيدي، محدش هيقدر يدخل الأوضة دي طول ما فيها هذا الوحش الكاسر. ده كده تبقى كارثة. فتيح، وبعدين اخويا احنا لازم نتصرف في الموضوع ده. فتيح، المشكلة عمالة تزداد تعقيد يا تامر. النونو ده هيفسد علينا حاجات كتير قوي. بقول لك ايه يا لا؟ انا عندي فكره كده بس عايزك تركز فيها شويه. اخلص اخلص، ما تندفعش لان انا عارفك مندفع ومتهور. ايه رايك ان احنا نشرك الواد النونو ده معانا في العمليه؟ نشرك مين؟ شوف مندفع، انا قلت لك انت دفاعك ده هيودينا في 60 داهيه. طب ان انت فتحها نشرك النونو ازاي بس معانا اصلا؟ طب قول لي هعمل ايه، قول لي اتصرف ازاي. المشكلة بقى والمصيبة الكبيرة انه لو شافني او لمحني. اوعى يا فتيحة، لو شافك كل حاجة احنا مرتبينها هتبوظ. فهمني يا اخويا. اصبر يا فتيحة، هي ليلة واحدة لحد ما المقاولة تخلص بكرة الصبح. بكرة الصبح؟ ايوه ان شاء الله. ده انت متفائل قوي. في وجود هذا النوري المتنقل داخل هذه الفيلا، ما اعتقدش ان احنا هنوصل لاي نتائج. يا جدع انت خليك متفائل. عموما يا عم انا على اتصال مع الاداره كل يوم، بديهم كل يوم تقرير باللي بيحصل اول باول. المهم انت بس جهز اي سندوتش للوحش ده قبل ما الغدا يخلص. انا اجهز له سندوتش؟ امال انا يعني اوكله؟ اللي جاي يضيعني ويفسد عليا كل حاجه اوكله اقوته واخليه حلو كده؟ لا يا عم، ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. ماشي على البق. حاضر. اوعى عينه. ها خش هوب. امسك الخشب، ولو ساعتك بتحاول تاكل بشوكه وسكينه احنا عاملين حسابنا على كل حاجه. ماشي اتفضل، ادي الشوكه وادي السكينه وادي معلقه. هو ساعتك اسمك ايه؟ نونو. نونو يعني
ناوي لسه تكبر نونو، امال احنا نبقى ايه؟ لسه ما اتولدناش يعني. انت ناوي تكبر ولد؟ هو طباخ عامل كام حمامه؟ جوزين حمامه. لا يا بابا ما ينفعوش. حاضر يا باشا. ما انت شايف بيسحب الرغيف ازاي؟ روح قول للطباخ يذبح كل الحمام اللي في البرج، ومش كده وبس، يخرج يصطاد اي حمامه معديه في السماء ويجهز الحمام كله للباشا. اجري بسرعه. ايه ده؟ عرفت ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ماشي ماشي ماشي. رايح لفين؟ اي حته غير الفيلا دي، العمر مش معزقه يا تامر. انت اتجننت فتحها؟ هتروح فين يعني؟ يا عم هروح اي حته، ما ينفعش يا تامر. سيبني وانا هبقى تابعك. تابعني من ايه؟ هتابعك يا عم من التليفون بتاع عم جمعه في 100 شباب. ما ينفعش يا فتحي، سيبني ركز في المهمه اللي احنا فيها دي. يا تامر يا حبيبي يا اخويا يا صاحبي، طول ما جبل الديناميت ده موجود في الفيلا انا ما ينفعش اقعد، ده بيني وبينه طار قديم من ساعه المصارعه. خلاص يا فتحي ما تقلقش، هننفذ مع الخطه 111. لا 111 ولا 112، ما ينفعش معاه حاجه خالص، ده ولا رمي الفوطه ولا اي حاجه. اهون عليك يا فتحي، هتسيبني لوحدي في المعركه؟ يا تامر يا تامر، انت هتبقى في موقع العمليه وانا بتابعك من بره، من عناصيه، من كشك سجاير، ان شاء الله من 100 شبانه حتى. خلاص انا هكلم الرائد علاء اعرف منه اخر التعليمات. اتفضل. خير يا فندم؟ تامر كلمني وقال لي ان النونو موجود في الفيلا. الواد النونو بتاع الامن المركزي؟ ايوه يا سيدي، مختار جايبه علشان يبقى بودي جارد عنده في الفيلا. يا نهار ابيض. الحمد لله الحمد لله. لا مش ممكن تكون شبعت. لا لا انت عيان. لا لا انت ما اكلتش كويس. كل كل عشان انت سايب دول اللي متعلم بيهم الطبق كلهم لا يزعلوا. كل بس اوعى الطبق. لا لا ما ترقش الطبق. ايوه كل كفايه بس. الحمد لله كل. ايوه الحمد لله الحمد لله. لا لا انت ما اكلتش كويس ليه؟ اصل ما بحبش حد يبص لي في اللقمه عشان بتكسف. بتتكسف؟ ما لو ما كنتش بتتكسف كنت عملت ايه؟ كنت كلتين انا؟ ادعى الطباخ يلم بواقي الاكل كلها ويجيبها لك؟ لا الحمد لله الحمد لله يا باشا رضا. طب الحمد لله، لان انا واثق ان ما فيش اكل خلاص في المطبخ. اجيب لك بوتاجاز تقرقشه؟ انت ايه؟ ما عندكش قلب؟ تصور دي دي كانت في الاصل حمامه طايره فرحانه بنفسها بتنط من شجره لشجره. شوف انت عملت فيها ايه؟ ده اللي فضل منها حرام ولا حلال؟ رد عليا. اسال لك على حاجه يا باشا. قول. ما بحبش الحمام كمان. ما حضرتك بتحب ايه؟ ما تكلمش، انا عارف انت بتحب ايه. ايه؟ اكيد بتحب تفطر بحصان محشي صح؟ وفي الغدا فيل محشي معيز وخرفان، وفي العشاء نعامه محشيه ارانب ووز وبط وكازوزه. مظبوط. انا اتفقت معاك اديك ما هي كام في الشهر؟ 500 جنيه. انا غلطان، انا عيل. هتديني انت كام عشان تشتغل عندي؟ بعد اذنك يا باشا. والله انت معذور، عماره 27 دور بتغذيها، يا دوب الاكل ده يا دوب. راح فين؟ اغسل ايدي. فين يا اخوي؟ في الحمام. ما ينفعش ما ينفعش. انت قدامك يا اما الخراطيم اللي في الجنينه، يا اما حنفيه المطافي اللي على باب الفيلا، هم دول. يا اما توصل للنيل، ده اللي ينظفك يا حبيبي. طب. مع السلامه. مع السلامه. طب والحلم؟ هو في حلم؟ فين؟ فين؟ في شجره تفاح في الجنينه. اه. مد لي بقك اقف على قد ما تقدر كل. حاضر. فاهم؟ يلا يا حبيبي. مع السلامة يا كابتن ريختر. انا نونو. اوعى تضرب. انا نونو. يا ساتر يا نونو، يا ساتر عليك. شمال انا شطر عليا دايما يا نونو. شمال انا نفسي تمسح الفاس علي في اي حد غريب يا نونو. شيل اللي في ايدك ده، شيل. خير يا باشا؟ في حاجة؟ خير ان شاء الله. ده جزاتي، ده انا قاعد اطمن عليك. اشوفك مرتاح في النوم وانا مش مرتاح. والله ابدا يا باشا، اديك شايف الشرير مبهدلني يا باشا. ولا يهمك، بكرة الصبح انا هتصل بالنجار يجي يعمل كمالة للسرير ده، يوصل لك 5 6 سراير في بعض، ولا تزعل ولا تشيل هم خالص. ان
متشكرين قوي يا باشا. ده انا لقيت نفسي قاعد لوحدي، قلت اقعد قعدت نقعد معاك يا نور نتكلم. ممكن اتفضل يا باشا اتفضل. متشكرين يا نور، يا فزعتني. معلش يا باشا. وبعدين انت محتاج مسدس ليه؟ ليه حد يخش عليك انت بالسقف؟ هو هيروح نازل على طول ساكت. ايه يا ريت يا نونو تكلمني عن نفسك شويه. يعني ايه علاقاتك؟ هواياتك؟ كلمني شويه عن نفسك، قول لي انت مين؟ ورايح كده لغايه فين؟ انت متجوز يا نونو؟ مفيش نصيب. ما اتجوزتش من 3 سنين وفلرت البخلة كعبلت عليها ماتت. كعبلت وقعت عليها ماتت. هتبقى ماتت شهيدة لأنها ماتت في حادثة وقع عليها عمارة كتير. يعني قصدي ماتت شهيدة. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يهمك. معلش ايه هواياتك يا نونو غير طبعا الاكل والنوم؟ الشعر. ما شاء الله ما شاء الله، انت بتألف شعر؟ طبعا. يا ريت تسمعني. زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى عصفور، كبر الحلم وتغير وخلاص بيقدر فيه. ده الهول بتاع الفيلا، ودي السلالم، دي أوضة مختار سماحة، ودي أوضتنا. أمال فين أوضة النونو؟ أوضة النونو أهي، عايز ورقة لوحده. خد بالك بمجرد بقى خروج النونو من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ أنا النونو. النونو؟ طب وبعدين؟ استنى، لأن أنت غبي وحفاراتنا كلها. دي إيه دي؟ دي أوضة النونو. أهو. تمسح كده؟ آه. مفيش نونو ونعيش حياتنا. مين؟ انا نونو. استنى لان انت بقى فين اوضتنا؟ اهي اهي دي؟ ايوه كده احنا مشينا من الفيلا بقى. مين؟ انا نونو. بص بقى كده الفيلا ورقت خالص. انت عايز يدخل؟ انت عايز يدخل؟ بقول لك ايه؟ نعم 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 خير يا نونو. في ايه؟ جعان 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 دلوقتي يا نونو؟ في حد بيجوع دلوقتي؟ بنظرك يعني دي ليها ميعاد بتطلب في اي وقت. طب اعمل لك سندوتش سكوت زي اللي فات؟ انا عايز طبيخ لحمه هوبر هوبر. طب استنى فين الطباخ؟ لا الطباخ نايم. استنى يا نونو ده هتطحن طول النهار في المطبخ. حرام عليك يا نونو. حرام عليك يا نونو. انا صحيح يا نونو. حرام عليك. استنى يا نونو. استنى يا نونو. افتك وروح افتحها. افتك وروح يا نونو. حرام يا نونو. حرام عليك. ده عيال. ده عيال يا نونو. يا معلم خد بالك عيال يا نونو. اسمع كلامي. عنده ايه؟ عنده صرع. صرع وصرع وجرب. الصرع جاله من عضة كلب والجرب جاله نتيجة اختلاطه بالمواشي. طب ما انت نام فوقيه. ما بتتعجيش ليه؟ لا انا خدت عليك خلاص. ما بتعجيش مني.
يا عم روح حرام عليك يا عم اصحى روح عاجبك كده عاجبك كده امال عليه جات له انتكاسه جات له انتكاسه يا نونو الله يجب عليك هيعديك يعني كان شكله كده اتجنن لا يا انور لا لا مالكش حق ده يعتبر تراجع انا ما احبش ابدا حد يرجع في كلامه معايا ومش هسمح بالهزار ده تاني يا انور الظاهر انت مش عارف بتتكلم مع مين انا مختار سماحه يا انور فاهم بالسلامه خد الحقونا الحقونا يا سلام يا عيال باين عليه يلا باظ ايه يا اخي تقفل اربعة ونادي خمسة الراجل جاي الفيلا بكرة وادي يا سيدي الربعمية الف والشنطة دي عليهم هدية مبروك عليك العربيات يا مختار بيه نمضي يا سيدي بقى مكانك واحد تتحرك سيب كل حاجة زي ما هي ليه كده في ايه ايه ده الاستاذ مختار هيبقى يقول لك في ايه ما تتكلم تجننت يا انت مش جيتني قبل كده وفشلت في المكرونه بالبشاميل صحيح انا فشلت في المكرونه لكن نجحت ان انا اقبض عليك وده طبعا بفضل رجالتنا اللي كانوا موجودين عندك انتوا دول رجالكوا خليك انت قاعد فوق مش حاسس بحاجه سامعني اتفضل صح ساعتك اتفضل قدامي هديه تذكاريه مختار بيه سماح مفتاحه تمام يا باشا مفيش الوان تانيه اوه هم واخدينه على فين رايح يصيف مش عايز بوتجارتي معاه روح معاه روح يا باشا كان نفسي اشوف بلدكم من زمان افتيحه بلدنا حلوه وصغيره ونضيفه وزي الفل يا سلام على الجمال والهواء النظيف قد ايه انا مبسوط ان انا قاعد وسط الناس دي مساء الفل ما تشدش يا ابراهيم بلدنا ولا بنجاحنا بالاثنين يا صاحبي اجمل حاجه في الدنيا ان انت تعمل مهمه وتنجح فيها وعايز اقول لك بقى ان ربنا كان كرمنا اخر كرم في الموضوع ده الحمد لله ان ربنا كلل مجهودنا بالنجاح ولو انك هزقتني جامد يا تامر في المأموريه دي طب اعمل لك ايه بس يا فتيحه ما انت غبي قوي وبتاخد مني مجهود علشان تستوعب خلاص ما تبقاش تطلعني معاك مأموريات بعد كده ما ينفعش يا فتيحه انا طول عمري كنت بحلم ان يبقى لي اخ دلوقتي انت اخويا حتى لو كنت غبي حتى لو كنت غبي يا فتيحه مفيش اي حاجه هتتم من غيرك ايدك يا صاحبي